تحية لكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم عم تتابعونا. إذن الأسبوع الأخير، الأسبوع 22 من دوري ألفا لكرة القدم، اليوم متابعة هالمرحلة بمباراة النجمة والسلام صغارتا. مباراة رح تقام بملعب بحمدون البلدي، ملعب أمين عبد النور بحمدون. كابتن إبراهيم دهيني أهلا وسهلا فيك، اليوم رح تكون معنا نحلل هالمباراة. على الورق يعني النجمة بالقانون بالترتيب مثل ما رح تابع بعد شوي، فرصوا باللقب بعد قائمة لأنه مباراة العهد والنجمة لهلا ما تثبتت. ايضا حتى امبارح يعني كنا تبعنا مباراة شباب الساحل والاخاء علي، الاخاء الاهلي علي، حتى شباب الساحل ما فينا نقول بعد عنه هبط رسميا لانه في مطالبات يمكن منه او من غير فرق انه تخسير النجمه وتنزيله للدرجه الثانيه، فبالتالي كل الامور بعدها مفتوحه بانتظار صدور قرار حول مباراه النجمه والعهد. هل ستتم اعاده المباراه؟ هل راح يتم تخسير النجمه؟ هل راح يشطبوا له 6 نقط؟ ما في قرار واضح، وبالتالي نحن رح نمشي لنكون عم نحط امامكم يعني كل المعطيات امام الراي العام لنكون واضحين شو هي اجواء هالمباراه تحديدا، لانه كثير بتفرق الامور. كابتن سلام صغرته بده يلعب على المركز الثاني، بيعتبر انه حقه يكون المركز الثاني. ايضا النجمه بده يفوز، والدليل انه عم يشارك بهالمباراه بكامل تشكيلته بكامل نجوم النجمه، ونفس الامر بالنسبه لسلام صغرته. خلينا نتابع نحن وياكم مشاهدينا كيف هو الترتيب لهلا وشو هي النتائج وشو هي المباريات بالجوله الاخيره من دوري الفا. اذا شباب الساحل امبارح كان عم يخسر 1-2 من الاخاء الاهلي علي على ملعب العهد، وطرابلس 6-3 عم يفوز على الاجتماع. بالتاكيد طرابلس والاخاء الاهلي علي ضمنوا بقائهم بدوري الاضواء. هذا هو الترتيب مثل ما عم تلاحظوا، العهد والنجمه 20 مباراه لانه ببساطه بعد ما تثبتت مباراتهم بتعميم الاتحاد، ولنشوف شو هو القرار يلي مفترض يصدر الاسبوع المقبل. اذا العهد 43 نقطه، سلام غردة 39، النجمه 38، الأنصار 32 نقطة، الصفا 30، وأيضا التضامن صوري. مركز السابع شوفوا الإخاء صار سابع، أكيد بانتظار بقية مباريات المرحلة، النبشيط 28، الطرابلس، الراسينج وشباب الساحل والاجتماعي بالمركزين الأخيرين. طبعا مثل ما ذكرنا نجمة وسلام صغرتا بحمدون بعد حوالي 15 دقيقة مباشرة المباراة، وأيضا الصفا والنبشيط ببش حمود والتضامن صور والراسين كل المباريات بنفس التوقيت، وغدا تختتم المرحلة العهد والأنصار بحمدون. بطبيعة الحال العهد بحال فاز غدا راح يحسم الأمور ويتوج بطل للدور بغض النظر عن كل النتائج. اليوم النجمة إذا مثل ما ذكرنا متمسك بكل حظوظه وبانتظار قرار الاتحاد، ايضا سلام صغرته بده يحسم الامور لانه اذا فاز اكيد رح يكون ثاني بغض النظر على شو ما يصير. رح نروح مباشره الى ارض ملعب حمدون ونشوف اخر الاجواء اخر المعطيات مع زميلنا هاشم مكي. تفضل هاشم. مساء الخير علي لك وللكابتن ابراهيم ولكل المشاهدين. مباراه اليوم على ملعب مدينه بحمدون، ملعب امين عبد النور. هالمباراه كثير مهمه بالنسبه لفريق السلام وبالنسبه لفريق النجمه. السلام بده يحافظ على مركزه الثاني، هو بيسعى للفوز لحتى يحرز مركز الوصافه، بينما فريق النجمه ايضا عنده هدف اول هو احراز مركز الوصافه. السلام برصيد 39 نقطه، النجمه برصيد 38 نقطه. النجمه كهدف اول بده يحافظ على بده يتقدم المركز الثاني ويمكن يحرز مركز الوصافي، لكن هدفه الاساسي هو البقاء بالمنافسه على اللقب بانتظار معرفه مصير مباراته مع فريق العهد. النجمي رح يغيب عنه اليوم حسن المحمد واحمد التكتوك، هن عم يغيبوا من فتره، ايضا رح يغيب بشار مقداد وحسين شرف الدين. اما فريق السلام فرح بيخوضوا المباراه من دون غيابات تذكر، على العكس تماما عم بيعود لصفوفه اللاعب ليوناردو يلي غاب من حوالي شهرين، عم بيعود اليوم لقياده خط دفاع فريق السلام. شو رح تكون نتيجه المباراه؟ النتيجة رح بتكون من بعد نهاية التسعين دقيقة. شكرا لك هاشم. إذا مشاهدينا تشكيل فريق النجمة، تشكيل فريق سلام صغرتا بعد فاصل إعلاني قصير، خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا الكرام. إذا حوالي 8 دقائق وبتنطلق مباراة النجمة وسلام صغرتا، مباراة رح تقام بحمدون البلدي. طبعا بنذكر إنه سلام صغرتا من 21 مباراة معه 39 نقطة، و 38 نقطة للنجمة من 20 نقطة، بانتظار أكيد اتخاذ قرار من الاتحاد اللبناني بنتيجة مباراة العهد والنجمة. سريعا رح نروح نحن وياكم ونتعرف على تشكيلة جمال الحاج لمباراة اليوم. تفضل كابتن. اليوم جمال معتمد على التشكيلة اللي لعب عليها بآسيا، وهيدا ثبات التشكيلة بيدل عن رضاه عن المجموعة اللي عم تلعب.
اليوم عم نشوف حارس جديد مميز باستثناء حسن واسوى اكيد اكيد لانه ما بيحق له يلعب. هذا الحارس اليوم على ما يبدو من مباراتين تبين انه له مستقبل كثير كبير. عم نحكي بصبره بقاسم الزين ببلانيتش بنادر المطر، قوه هذا الدفاع وتنظيمه كثير جيد على المستوى اللبناني، وخاصه قلبي الدفاع العمق الدفاعي قوي في الارتقاء في الطابات الطوليه في الصراعات الثنائيه. ماهر صبره برايي هو الاكثر لاعب دفاعي من النزعه الهجوميه دائما جمال اللي بيعتمد عليه، خاصه بيعرف اليوم انه في هجوم ضارب ضده في مايكل هيليكبي مثل ما رح نشوف بعد شوي على ميلته. ممكن يكون مايكل هيليكبي، ممكن يكون حسن القاضي لانه بيعمل تبادل ادوار، ممكن يكون ادمان شحاته. علشان هيك ثبت ملعب اليوم برايي ملعب شرف الدين، لانه اعتبر اليوم انه ماهر صبره لاعب خبره. قوه الفريق من الناحيه الهجوميه وخاصه في النزعه الهجوميه ونادر مطر هو اكثر اللاعبين بيقوم بالزياده العدديه وبيصنع الاهداف، لاعب مميز قادر على زياده العدديه وبالتالي بيعمل كثافه عدديه في خط الهجوم. نعم. العنان كوفي، عنان لاعب مميز لاعب ارتكاز، مهمته الاساسيه برايي العنان هي في النزعه الدفاعيه. هو بيقوم بتغطيه الاطراف. كيف عم شوف كوفي بالارتكاز؟ كوفي دائما علي بيقوم في بتحرك دائم لما بيكون عبد الحسين بيصير تشكيله عبد الرزاق، لما بصير التشكيله في النزعه الهجوميه العنان النزعه الدفاعيه كوفي عبد الرزاق. قوه الفريق بلاعبين مهاريين على الاطراف تكجي الحاج، لاعبين مهاريين على المستوى الفني عاليين، بيعتمد على لاعب اسمه احمد مغربي اكرم مغربي. لما بيهرب اكرم دائما بنشوف غاز عبد الرزاق الدخول في العمق، الدخول في العمق والعمل الزياده العدديه، هيدي قوه الفريق لما بيروح بالنزعه الهجوميه. عشان هيك برايي انا انه النجم دائما بيلعب بالضغط العالي وبيروح ما بيخلي اللاعب ما بيخلي الفريق الثاني يقوم بصناعه اللعب من الخلف، وبالتالي بيعمل هالصناعه العدديه. ممكن يستفيد كثير من الحاج بالقرات الثابته لانه بيعمل قرات كثير طوليه، ممكن يستفيد منها المغربي بالتحضير. نعم، وهون قوه الفريق. طب باختصار كابتن شو برايك قوه هالتشكيله وين قوتها؟ برايي هي كمنظومه عمل كثير جيده من الناحيه المهاريه، ان فريق بيقدر يسيطر على الكره ويعمل صناعه خلفيه من الكره. قوه الفريق برايي هي بتنظيم الفريق ككل كمجموعه، وخاصه عندما يعتمدوا على مغربي زي ما قلت لك تغجي الحاج. طيب صغرتها نقطه ضعف او الصغره اللي فيها برايي على المستوى لحد الان جيده، ما فيها صغرات. ما برايك في بطء مثلا فيها؟ رايي من النزعه الدفاعيه خاصه من ناحيه الاطراف، ان كان حاج تكجي ضعيفه بالادوار الدفاعيه خاصه لهذا الطرفين. طيب اذا هذه هي كانت تشكيلة فريق النجمة يلي شفناها بآخر مباراة، منروح نشوف تشكيلة فريق سلام صغرتا. وكابتن واضح تشكيلة سريعة فيها كتير سرعة، لاعبين سريعين وممكن يزعجوا كتير فريق النجمة. رح نبدأ معك وحراسة المرمى مع مصطفى مطر، واحد من أبرز الحراس بالدوري بتصور. عم نشوف اليوم سلام صغرتا عم يلعب بالتشكيلة الأساسية وأهمية المباراة كامل قوته اليوم، وأهمية المباراة بالنسبة له هو فاز على النجمة. صحيح، اليوم بدي حاول يعيد القارة لأنه فريق متمكن قوي جدا في الجانب الهجومي قوي جدا. عم تحكي بقى بشحادة، عم تحكي بأمادو، عم تحكي بهليكبي، عم تحكي قاضي. صح، تبادل الأدوار مرات كتير منشوف، ممكن نشوف هليكبي هوني حسن القاضي هون. أدي في المواجهات المباشرة مع لاعب ما لازم يصير، خاصة على فريق النجم لازم انتباه لأنه ممكن إذا دخل في منطقة الجزاء يا يصنع هدف يا يحصل على ضربة جزاء. قوة الفريق في النزعة الهجومية كثير قوية، وخاصة عندما يتحرك هودي الأربعة، قوة أمادو عندما يكون النزعة هم بيلعبوا بنص الملعب الضغط، بيعملوا ضغط بنص الملعب وبيعتمدوا على أمادو في سرعة نقل الهجمة، وشفناها أمام نادي الأنصار. صحيح. قوته. صح. واختراقه بيلعبوا دغري الكرة مباشرة لعند هذا اللاعب، وقوته في التحرك. هيليكبي لاعب مميز كثير في التحرك وقدرته على اللعب، هيدا الأربعة الهجوم كتير عالي عليه. نعم. طيب شو وظيفة يعني عمرو محفوظ وجون جاك يمين رح تكون؟ هودي يعني برأيي النزعة الدفاعية في الستة بيلعب فيها دائما هيدا المدرب. أنا برأيي فلسفته وفكره واضح لهيدا الفريق، بيعمل دائما ستة في النزعة الدفاعية ودائما بروح على الشق الهجوم، انطلق بهيدا الأربعة بيعمل ضغط. نعم.
الاربع خط الدفاع عم نحكي اليوم نحن عم نحكي عسك من اهم اللاعبين اطراف شادي سكاف. شادي سكاف لاعب مميز عم يقدر يسكر بمهمته، لاعب النجم السابق، لاعب النجم السابق، لاعب خبره وعم يستفيد منه الفريق بشكل كتير مميز. أرناؤوط على الجهه اليمنى، على الجهه اليمنى دائما بيستفيد منه في اغلب الاحيان قلب هجوم. نعم هيدا اللاعب جيد بيلعب بعده مراكز. اليوم عوده ليناردو لقياده هذا الخط بدل على اهميه المباراه. عم تحكي انت على الخير من اهم لاعبي خط الخط الدفاع اليوم. بدنا نشوف برايي مباراه من الناحيه الهجوميه ممكن يكون شوفها كثير عاليه. شكرا كابتن ابراهيم. اذا هذه كانت تشكيله فريق السلام زغرطه، السلام زغرطه يلي كان سبب مباشر برحيل تيتا فاليريو. كنا بنتذكر عندما فاز السلام زغرطه على النجمه بالمرداشيه بمجمع زغرطه الرياضي، فورا من بعدها اقال او انفسخت العلاقه بين المدرب الروماني تيتا فاليريو والنجمه بزغرطه. اذا بعد الفوز 2-1 كنا بنتذكر هالمباراه. يعني اليوم ايضا فرصه للنجم ليرد اعتباره بسلام زغرطة بعد خسر من الذهاب، اليوم ايضا حافز لفريق النجمه ليقدر يرد اعتباره بمباراه ايضا مهمه جدا مثل ما قلنا، لانه بعد مباراه نرجع بنكرر المره المليون عهد نجمه بعد ما في قرار، وبالتالي من واجب اللاعبين السلام زغرطة والنجمه انه يحظوا ثلاث نقاط اليوم. نجمه امله بالبطوله قائم، اي قانونيا قائم في المركز الثاني قائم، عشان هيك المباراة اليوم شوف الثلاث أجانب متواجدين بالفريقين وأهمية المباراة. صحيح ست أجانب كاملين، ست أجانب كاملين، نعم نجوم الفريقين موجودين بغياب على عكس الكلام اللي حكى أنه يمكن يتم اشتراك لاعبين بالصف الثاني. لا لا بالعكس، اثنيناتهم عارفين أنه أهمية المباراة وحصد ثلاث نقاط ضروري. بدنا نشوف أنا وياك كابتن مقارنة بين الفريقين بالأرقام، نشوف مين أفضل السلام أو النجمة. اذا اكيد مباراه زايده لفريق سلام زغرطه، 11 انتصار للنجمه، 12 للسلام، 5 تعادلات للنجمه، 3 للسلام، 4 خسارات. هون بتفوق اكيد 6 مرات خسر السلام زغرطه. لاحظ التقارب كابتن، 35 هدف 34 هدف قوه الهجوم، لكن دفاع النجمه هو الاقوى، 18 هدف فقط مقابل 28، والنقاط تقارب كبير ايضا. يعني في كثير تقارب، لكن بتفوق النجمه اذا لاحظت كابتن بدفاعيا قول دفاعيا، في 10 اهداف 11 هدف تقريبا فرق لمصلحته. حكينا بقاسم الزين وبيتر بلانيتش نادر مطر ماهر صبره على المستوى البدني كثير عاليين اقوياء، قوه البدنيه اللي عندهم موجوده بالنسبه من النزعه الدفاعيه. بالمقابل السلام زغرته اغلب الاحيان هو بيلجا الى النزعه الهجوميه، عشان هيك بيفتح في بعض الاحيان بعض الثغرات الخلفية. عشان هيك اليوم بنشوف مثبت الأربعة برأيي أنا، اليوم حيلعب هو بشادي سكاف، ليوناردو، حمزة الخير، عمر أرناؤوط بالتثبيت، لأنه بيعرف أنه في لاعبين مهاريين في الشق الهجومي أمامه. المباراة بدها تاخذ طابع الهجوم. الشوط الأول في أهداف كيف تتوقع؟ أكيد برأيي أكيد لمين أفضلية؟ لمين أفضلية؟ متوازيين الفريقين، ما فينا نقول لأنه هذه مباراة كثير حساسة. مين راح يبادر لصناعة اللعب؟ مين راح يبادر لصناعة اللعب برأيك؟ برأي النجمي هو الأقرب لصناعة اللعب لما يملك هذا الفريق من خبرة كثير كبيرة. إذا مباشرة إلى ملعب أمين عبد النور بيب حمدون لنشوف أحداث الشوط الأول مباراة النجمة والسلام زغرطة. بتمنى لكم متابعة ممتعة. تحية رياضية لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا اليوم، متابعة الجولة 22 من بطولة ألفا لكرة القدم. طبعا هيدي الجولة الأخيرة من بطولة ألفا لكرة القدم، مباراة بمنتهى الأهمية اليوم بالنسبة لحسابات الفريقين. طبعا هي مختلفة حسابات الفريقين اليوم، النجمة عم يستضيف السلام زغرطة بمباراة تعد أن تكون نارية ما بين الطرفين. بنعرف انه بمباراه الذهاب كانت الخساره امام السلام زغرطه للنجمه تحديدا بملعب المرداشيه كانت مباراه عاصفه انذاك، فاز السلام زغرطه بهدفين مقابل هدف واحد. هذا هو فريق النجمه عم ياخذ الصوره التذكاريه ايضا بالمقابل السلام زغرطه نفس الامر. اليوم تشكيله النجمه يعني محمد عبد المولى عم يثبت نفسه بالتشكيله الاساسيه النجمويه. اذا محمد عبد المولى هو عم بيكون بحراسه مرمى النجم اليوم، بخط الدفاع ماهر صبره، قاسم الزين، بيتر بلانيتش، نادر مطر، هذا هو خط دفاع النجمه. بخط الوسط موجود حسن العنان، نيكولاس قفي، لاعبي الارتكاز عبد الرزاق حسين موجود امامهم، خالد التكجي على الجهه اليسرى، على الجهه اليمنى يوسف الحاج، اكرم مغربي بقلب الهجوم، صاحب 12 هدف بالبطوله الى حد هالوقت. هذه استراتيجيته للمدرب جمال الحاج 4-2-3-1 مثل ما عم تشوفها امامنا ظاهره على الشاشه.
طبعا تبادل المراكز عادة بالتشكيل النجموية حسب ظروف المباراة. نأمل أن نشوف مباراة اليوم على مستوى عالي ما بين الطرفين. طبعا كنت ذكرت من البداية أنه هناك حسابات للسلام صغرتها مختلفة عن حسابات النجم، رح أخبركم إياها فيما بعد. أما تشكيلة السلام صغرتها بحراسة المرمى عم بيكون المتألق مصطفى مطر، بخط الدفاع موجود شاد سكيف، ليوناردو العائد إلى التشكيلة الزغرتوية بالإضافة إلى جنبه موجود حمزة الخير وعمر أرناؤوت، هذا هو خط دفاع السلام صغرتها. بخط الوسط موجود جان جاك كمين، عامر محفوظ، حسن القاضي لاعب النجمة، هيدي آخر مباراة له مع السلام صغرتها المعار طبعا من النجمة إلى السلام صغرتها بهالموسم. إدمون شحادي عم بيكون موجود على الطرف الأيسر، مايكل هيليكبي على الطرف الأيمن، أما دون ياس بقلب الهجوم، اللاعب الموريتاني الهداف الموريتاني. 4-2-3-1 أيضا تشكيلته للمدرب طارق جرايا، مثل ما بنعرف مثل ما أصبح معلوم للجميع المدرب طارق جرايا تضاعفت عقوبته، موقوف سنتين، إنما هو بالتأكيد موجود على مدرجات السلام صغرتها لمتابعة هالمباراة. إنما على أرض الملعب رح يقود الفريق التونسي محمد زويبي، طاقم تحكيمي رح يقود هالمباراة من قبرص، نفس الطاقم التحكيمي يلي قاد مباراة يوم أمس المباراة الفاصلة والحاسمة، نفس الطاقم التحكيمي يلي قاد مباراة يوم أمس ما بين شباب الساحل والإخاء الأهلي علي. طبعا مثل ما أصبح معلوم للجميع شباب الساحل هبط إلى أندية الدرجة الثانية، الإخاء الأهلي علي ضمن بقاؤه بأندية الدرجة الأولى. كل هيدي الأمور بتحدث عنها حسابيا لتثبيت النتائج بالاتحاد اللبناني لكرة القدم. إذن لوكاس سوتيريو هو الحكم الرئيسي بمباراة اليوم، مايكل سوتيريو هيدا هو مدرج السلام صغرتها، بالمقابل هيدا هو مدرج جمهور النجمة. جمهور النجمة بأعداد قليلة اليوم عم بتابع مباراة فريقه، إذا مايكل سوتيريو هو الحكم المساعد الثاني، وهيدي لحظة انطلاق المباراة بعد إشارته للحكم الرئيسي لوكاس سوتيريو عم يعطي إشارته، إذا انطلقت المباراة. نأمل أن نشوف مباراة كبيرة ما بين الطرفين، الحكم المساعد الثاني أندرياس أندريو، والحكم الرابع هو يلي اختلف بالنسبة ليوم أمس هو علي سلوم. واضح تماما من بداية اللقاء يعني الفريقين يمكن من دون جس نبض، هذا امر طبيعي. خبركم عن حسابات السلام صغرتها وحسابات النجمه مختلفه، ايه صح، لانه مدير نادي السلام صغرتها بطرس كرم بيقول هيدي بالنسبه لنا مباراه تحصيل حاصل، نحن معتمدين على انه الاتحاد اللبناني لكره القدم ياخذ قرار بشان مباراه النجمه والعهد يلي لحد هلا بعد ما اتخذ القرار فيها، بالنسبه له مباراه تحصيل حاصل، الا انه السلام صغرتها بده يلعب اليوم مباراه تاكيد المركز الثاني. نعرف المركز الثاني هو بأهل الفريق انه يلعب بكأس العالم العربي للأندية. اما من ناحية فريق النجمة حساباته مختلفة، النجمة بيقول نتيجة مباراتنا امام العهد بعد ما تثبتت، واليوم نحن عم نلعب مباراة من اجل المركز الثاني، لانه الترتيب على الورق العهد بالمركز الاول ب 43 نقطة، بالمركز الثاني السلام صغرتها ب 39 نقطة، النجمة بالمركز الثالث ب 38 نقطة. هيدي حسابات المدرب جمال الحاج، ما بدي يعني احكي كثيرا عن مباراة النجم والعهد يلي هي اصلا معلقة بعد ما اتخذ القرار فيها، لهالسبب النجم عم يلعب مباراة اليوم وعينهم على المركز الثاني. هيدي حسابات النجمة وهيدي حسابات السلام صغرتها. طبعا كنا عم نشوف مدرب الحراس زياد الصمم، هيدي كرة طويلة أمامية، ماهر صبرا بيقطع الكرة بتعود لمصلحة النجمة، حسن العنام بعيده لعم بيتر بلانتش، بيتر بتقدم بهالكرة بحاول يمر، لأ بيلعب كرة طويلة أمامية، مجددا الكرة بتوصل لعند أكرم مغرب بتنقطع، نيكولاس كافي بوسط الملعب بحاول المرور بيعكس كرة على الطرف الأيسر مطرح ما موجود ماهر صبرا، أيضا بعيده لقاسم الزين. بدأت المنظومة النجماوية مع بيتر بلانتش، شوف التحرك من لاعبي فريق النجمة، كل اللاعبين عم بيتحركوا بهاللحظات. طبعا التحرك من دون كرة هو امر كثير مفيد وامر بيعطي حلول كثيره للاعبين. على فكره اليوم شاد سكيف ايضا عم يلعب بمواجهه فريقه السابق او الاسبق اذا صح التعبير، لانه لعب مع النبشيط بالموسم الماضي، بتعود الكره ايضا صغرتويه، بتعود مجددا لمصلحه السلام صغرتها. 2-1 نتيجه مباراه الذهاب ما بين الفريقين، ما ستقول له نتيجه مباراه الاياب. اخر مباراة للسلام صغرتها، امدو بيسدد مباشرة باتجاه المرمى، خطيرة محاولة، خطيرة المحاولة الصغرتوية.
المدرب يلي عم بقود السلام زفرتا من ارض الملعب بغياب طارق جرايا بالتاكيد موجود على المدرجات. عم شوف بالاعاده مره جديده تسديدته لامادو. طبعا امادو واحد من اللاعبين الهدافين، سجل 8 اهداف بالبطوله لحد الوقت. خالد التكاشي بيلعب كرته لعند نيكولاس كافي، عنده مهارات نيكولاس، بيحاول المرور، بيروح بعرض الملعب، شوفوا كيف مر بطريقه مميزه ايضا لعند خالد التكاشي يلي بيحاول يلعب تمريرته بتنقطع بتعود لعند قائد الفريق جان جاك كامين اللي باللون النبيذ النجم اليوم باللون الابيض، باللون الابيض والاحمر السلام زغرتا. على فكره حارسي المرمى بيرتدوا نفس الرقم 95، حراس المرمى اللي قلن اللي له مستقبل كتير كبير، اكد هالامر محمد المولى خاض مباراة مواجهة الوحدات الاردني ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي بوقت النجمي، كان تعادل 1-1، سجل هدف التعادل عبد الرزاق حسين بالوقت القاتل. هيدي هجمة زغرتاوية وهيدي كرة عرضية وممكن الخطورة تكون كتير كبيرة، انما هالكرة عم تروح سهلة بين يدي محمد عبد المولى. محمد المولى عم ياخذ ثقة من مباراة إلى مباراة، طبعا غيابات بصفوف النجمي هي غيابات تعتبر مؤثرة. ابرز الغيابات صاحب الخمس اهداف واحد من اللاعبين السريعين حسن محمد عم بيغيب بداعي الاصابه، ايضا احمد تكتوك عم بيغيب بداعي الاصابه. شوفوا ملا مرور من يوسف الحاج بمر بيلعب تمريره على الجهه اليمنى، هيدي الكره العرضيه لداخل المنطقه وين اكرم مغربي، يا سلام اكرم مغربي شوف كيف اخذ خطوه من امامه لمصطفى مطر على اساس انه يقدر انه يحصل على الكره براسه لانه كانت الكره بعيده نوعا ما عن اكرم مغربي. هذا واحد من اللاعبين الموهوبين، طبعا عم بتحدث عن ادمون شحادي اللي كان عم بمر بفاصل من المراوغ على الطرف الايسر، ايضا الكره بتوصل لعند امادو. واضح مثل ما ذكرت بالبدايه انه من المفترض ما يكون في جس نبض ما بين الفريقين وهذا الامر يلي عم يحصل من بدايه اللقاء. بغض النظر عن حسابات السلام زغرتا وحسابات النجمي، عم شوف الخطا واضح مصلحة قائد الفريق جان جاك كمين. كرة بتتنفس طويلة، هل رح يوصل امادو؟ ما بيقدر يوصل. سلام زغرتا بهالموسم واحد من افضل مواسمه من دون ادنى شك من عام 1972، هيدا واحد من افضل مواسم السلام زغرتا بالبطولة، ايضا مع نادر مطر. كلنا بنعرف يعني مباراة السلام زغرتا والنجمي بوقتها كان تيتا فاليريو بالتراضي مع إدارة النجمي، كان قال هيدي المهمة ما بدي إياها، ما بدي كمل فيها. طبعا بالتراضي كان تيتا فاليريو ترك النجمي، وأيضا كان جمال الحاج استلم الفريق وحقق أول فوز وأول انتصار نجماوي آنذاك، كان على حساب التضامن سور. مباراة كانت جماهيرية وكانت مباراة صعبة على فريق النجمي، وقت النجمي فاز بنتيجة 3-1. بالمناسبة التضامن سور اليوم عم بيواجه الراسينج بوحدة من المباريات الهامة بالنسبة للتضامن سور، صاحب المركز السادس عم يسعى ليكون ما بين فرق النخبة، موجود الصفا بالمركز الخامس بالوقت ليوسف الحج بيمتلك قدم يسرى من خلالها بيلعب الكرات السائطة إلى داخل منطقة الجزاء أو الكرات العرضية بطريقة مثالية. هيدي وحدة من الكرات العرضية وهيدي الرأسية ممكن جول، إنما الكرة عم تهز الشباك الخارجية وهناك تسلل. الحكم المساعد الثاني أندرياس أندريو عم يرفع رايته والنتيجة لازالت التعادل السلبي ما بين الطرفين بعد مرور 7 دقائق على البداية. هذا الشيء اللي عم خبركم عنه، هيدي قدمه اليسرى ليوسف الحاج صاحب الرقم 71 بيلعب كرة ساقطة لداخل المنطقة، طبعا أكرم مغربي كان متسلل. على فكرة يعني يوسف الحاج بيرتدي الرقم 71، هيدا تاريخ ميلاد والده المدرب جمال الحاج. جمال الحاج اللي بدأ مسيرته مع فريق النجمي بعام 1989، الموهبة آنذاك. كثير من المدربين وصفوا موهبة جمال الحج بالخارقة
وتحديدا بالتسعينات المدرب القدير عدنان الشرقي بالوقت هناك الهجمة النجماوية ممكن الكرة العرضية يوسف الحاج ممكن يمر لا بيلعب التمريرة لداخل المنطقة بتنقطع بتعود للدفاع الزغرتاوي ممكن يعاني كتير اليوم دفاع السلام زغرتا شوفوا إدمون شحادي حتى بالحالة الدفاعية عم يتواجد بالخلف التعليمات عم تكون مستمرة من المدرب جمال الحاج عودة ليوناردو إلى التشكيل الزغرتاوية لا شك رح تعطي إضافة لخط الدفاع اللي بيعتمد عليه بشكل كتير كبير المدرب طارق جرايا ليوناردو واحد من المدافعين الهدافين سجل 4 أهداف بالبطولة عبد الفتاح عاشور أيضا لاعب النبشيت سجل 5 أهداف يعني غاب لفترة طويلة جدا ليوناردو كان تعرض للإصابة بمباراة الإخاء اللي خسر فيها السلام زغرتا بنتيجة 1-3 بالوقت هناك انطلاقة نجماوية إنما الكرة بتنقطع بتعود لمصلحة السلام زغرتا الهجمات المرتدة ممكن تكون خطرة جدا إنما مش هيك نوع من الكرات ولا هيك نوع من التمريرات ممكن تكون خطرة الحكم عم يطلق صافرته بذكر كل مشاهدينا إنه الطاقم شوفوا نادر مطر شوفوا الحلول عند نادر مطر شوفوا انطلاقته وامكاناته لنادر مطر على فكرة بعام 2011 في تصريح للمدرب السابق لمنتخبنا الوطني تيو بوكير كان وصف نادر مطر بالجوهرة اللبنانية تصريح موثق وتحديدا بصحيفة السفير اللبنانية طبعا هيدي الصحيفة يلي اغلقت ابوابها وهذا كان امر ترك اثر حزين جدا على كل المتابعين وتحديدا متابعين الرياضة طبعا نحن بالرياضة بنحكي رياضة إلا أنه السفير سنوات وسنوات تركت أثر وتركت جدل كثير كبير بالوقت هناك حسن القاضي المعار من النجمة إلى السلام زغرتا واحد من اللاعبين اللي كانوا حاسمين بمباراة الذهاب كلنا بنشكر المرور على الجهة اليمنى وكرة العرضية اللي وصلت لمايكل هليكبي اللي سجل بوقتها هدف الثاني لمصلحة الزغرتاويين حسن القاضي بيلعب كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء وين الدفاع النجماوي والدفاع النجماوي عم بيكون حاضر بتنقطع الكرة هيدا إدمون شحادي إنما يوسف الحج بيوصل الكرة لعند أكرم مغربي أيضا لعند يوسف الحج تفاهم كتير كبير ما بين يوسف الحج وأكرم مغربي يوسف بوسط الملعب واحد من اللاعبين على فكرة يوسف الحج اللي بيخسر العديد من الكرات إنما بنفس الوقت واحد من اللاعبين اللي ممكن يلعب تمريرة تكون حاسمة بغفلة عن الجميع وهيدا الشيء رح تتأكدوا منه بمباراة اليوم يلي عم بيتابع فريق النجمة فيه يتأكد طبعا من هالكلام بالوقت لعبد الرزاق حسين اللاعب السوري الدولي السابق بيلعب كراته لعند خالد التكجي صاحب 6 أهداف عبد الرزاق حسين ببطولة ألفا لكرة القدم لاعب اللي كان عنده مسيرة احتراف مع التعاون السعودي بعام 2011 كان سجل 3 أهداف بالوقت هناك انطلاقة نجبوية وهي تسديدة على الطاير من يوسف الحج إنما إلى خارج أرض الملعب يوسف الحج لاعب الشباب أيضا بفريق النجمي إنما تسديدته على الأرجح بالقدم اليمنى هيدا بيتر بلانتش تمريرته بكعب القدم لا باليسار سدد بيساره طبعا كان المفترض أن تسديدته أفضل من هيك على أساس أنه هو لاعب القدم اليسرى بالوقت هناك انطلاقة أيضا نجماوية وهيدي الكرة العرضية باتجاهه لخالد التكجي بيترك المساحة أمامه خالد صعب يوصل للكرة إلى خارج أرض الملعب رمي التماس 12 دقيقة بالتمام والكمال مروا من زمن اللقاء والنتيجة لا زالت سلبية، هيدا هو عمر أرناؤوط. هيدا اللاعب اللي ترك السلام زغرتا إذا بتذكروا من حوالي العام وهاجر إلى ألمانيا ومن ثم عاد إلى لبنان وما في أجمل من لبنان. هيدا الشيء اللي خبرنا عنه عمر أرناؤوط بالوقت هناك الكرة الأمامية إلى خارج أرض الملعب. طبعاً عم نشجع كل المغتربين إنه يعودوا إلى أرض الوطن خصوصا لاعب أياكس أمستردام كلكم سمعتوا سجل هدف الفوز لفريقه بالدقيقة 120 هدف التأهل هدف التأهل للدور النصف نهائي الدوري الأوروبي
كثير من اللاعبين المحترفين عم بيكونوا متألقين، ابرزهم محمد غدار بالفترة الأخيرة، أيضا ربيع عطايا لاعب زبئهان الإيراني يلي قاد فريقه إلى الفوز بالمباراة الأخيرة مع عاصم الزينب، بيلعب كرة على الجهة الثانية مطرح موجود بيتر بلانيتش، بيتر كرة طلع عند نادر مطر عم ياخذ مكان يوسف الحج، كنترول على الكرة عم ينتظر نادر مطر، نادر بمر، نادر بيلعب كرة عرضية، الكرات العرضية ما عم تكون بالشكل الصحيح إلى داخل منطقة الجزاء ليستفيدوا منها المهاجمين، ليستفيد منها مثلا خالد التكجي أو المتقدم ماهر صبر على الطرف الأيسر. هيدا هو نادر مطر طبعا، والاستفادة من الكرات العرضية عادة بتكون من نصيب أكرم مغربي. أيضا مع إدمون شحادي مجددا مع السلام زغرطة، جان جاك كمين، عمر محفوظ بوسط الملعب بالإضافة إلى حسن العنان أمدو، كرة خاطئة بتعود لعند نيكولاس كافي مجددا مع ماهر صبرا، الهجمات النجموية والتنظيم الدفاعي بهاللحظات والتنظيم الهجمي النجموية من الخلف بيتر بلانيتش، بيتر بلانيتش كرة طويلة أمامية باتجاه أكرم مغربي على الجهة اليمنى، أكرم مغربي بروح ياخذ مكان خالد التكجي، هيدي كرة عرضية لداخل منطقة الجزاء المتقدم عبد الرزاق حسين، كرة الأكروباتية إنما هناك واضح تماما الدفاع متواجد وخالد التكجي بيسدد مباشرة من دون ما يكون متسلل، بتوصل الكرة لعند خالد التكجي من دون ما يكون متسلل، خالد عم بيسدد انما بمكان وقوفه تماما لمصطفى مطر، واحد من الحراس الواعدين، قد تكون مباراة حراس المرمى اليوم، عم نشوف بالإعادة مرة جديدة، طبعا منه متسلل خالد التكجي، تسديدته لنيكولاس كافي وصلت لعند خالد التكجي. ايضا مع عمر ارناؤوط المحاولات الزغرتاوية مع جان جاك كمين، امادو بيعتمد على سرعته بيحاول المرور، التغطية الدفاعية عم تكون حاضرة من قاسم الزين، على فكرة قاسم الزين ماهر صبرا عم بيقدم مستوى عالي مع فريق النجمة بالفترة الأخيرة وتحديدا ماهر صبرا، ايضا مع عمر ارناؤوط رمية تماس زغرتاوية لعند امادو، من اهداف بالبطولة هل راح يزيد رصيده اليوم؟ طبعا كلنا بنعرف انه السلام زغرتا كان هزم الانصار بنتيجة قاسية ذهابا وجدد فوزه على الانصار ايابا، ليش عم بتحدث على انه السلام زغرتا هزم الانصار ذهابا ايابا؟ لانه السلام زغرتا عم يهزم الكبار، عندما بنقول النجم الانصار هن تاريخ بعالم كرة القدم اللبنانية، هزم النجمي السلام زغرتا ذهابا، هل بمقدوره انه يهزم النجمي ايابا؟ هيدا الشيء اكد عليه طارق جرايا انه انا بدي اهزم هول الفريقين اللي يعتبروا هن قطبي الكرة اللبنانية، حتى السلام زغرتا بمباراة الاياب بمواجهة العهد كان مباراة صعبة، كان خسر السلام زغرتا بنتيجة 0-1 بالوقت، هناك انطلاقة نجماوية هيدي الكرة العرضية لداخل المنطقة، انما الحضور الدفاعي عم بيكون واضح والتنظيم الدفاعي عم بيكون واضح للزغرتاويين، انما الضغط ايضا واضح للنجماويين، وهيدي كره عرضيه لعند المتقدم ماهر صبرا ممكن يعكس الكره، شوفوا كيف مر ماهر صبرا بسدد مباشره ماهر صبرا، مصطفى مطر، مصطفى مطر عم بيخلص، عم بياكد كلامي مصطفى مطر على انه قد تكون مباراه حراس واستدعائه الى منتخبنا الوطني ما كان من الصدفة، بالعكس تماما من أداء متميز لمصطفى مطر طوال الموسم، هذا هو يوسف الحاج، أصبح معلوم للجميع أن يوسف الحاج بيكون نجله لمدرب النجم جمال الحاج، عم يحصل على بطاقة صفراء، اعتراضات يعني عم تكون بالجمله من بدايه اللقاء بعد مرور 17 دقيقه على البدايه، نتيجة لا زالت سلبيه، ملعب امين عبد النور هو عم يحتضن المباراه، الفريقين هي تعتبر المباراه الاخيره للزغرتاويين ببطوله الفا لكره القدم، ليش ما عم بقول المباراه الاخيره للنجمه؟ لانه البت بمباراه النجمه والعهد والقرار بعد ما اتخذ، لانه في حال اليوم مثلا
خلال التوقعات والتكهنات في حال النجم اليوم خسر امام السلام زغرطة بتكون الامور انتهت بالنسبه لفريق العهد. هيدي فرصه ماهر صبره، هيدي تسديدته وهيدي صدى من مصطفى مطر. في حال خساره النجمه شو بيتاخذ قرار بمباراه العهد؟ ما عاد يهم بالنسبه للعهدويين لانه عمليا بتكون الامور انتهت، الا انه في حال فوز النجمه الامور بتبقى على ارض الملعب. هناك مباراه منتظره ما بين العهد والانصار يوم غد بالوقت. نيكولاس قفي، نيكولاس بمر ممكن يتخلص من ثلاث لاعبين، بيلعب كره لعند خالد التكجي اللي بعيد الخلف ايضا مع عاصم الزين. عم بيعاني النجمه من بدايه اللقاء مع يوسف الحج، بيلعب كرته على الطرف الثاني بيتر بلانتش، واحد من اللاعبين اللي دائما بتقدم من الخلف بيبني الهجمات. هيدي وحده من انطلاقاته، بعيد كرته لعند يوسف الحج مجددا. يوسف من لمسه كرته عم تكون خاطئه، بتعود ايضا الزغرتاويه حسن القاضي اللي سجل اربع اهداف بالبطوله. العائله الزغرتاويه من بدايه البطوله وتحديدا مع المدرب طارق جرايا وجد توليفي مميز جدا بالوقت لعمر ارناؤوت. هيدي كره مباشره باتجاه المرمى، انما سهله عم تكون هالكره بين يدي محمد عبد المولى. اذا غياب احمد تكتوك اليوم اللي عم يستمر بداعي الاصابه، غياب حسين شرف الدين على فكره بشار المقداد ايضا عم بكون خارج تشكيله 18، وهيدي اخر مره بشوفه لبشار المقداد بالوقت. هناك تسلل واضح، بشار المقداد بالاعاره من فريق الصفا الى فريق النجمه. مده الاعاره فينا نعتبر بتنتهي اليوم في حال كانت المباراه الاخيره للنجمه. ايضا محمد مرقباوي شو بالاعاده هالتسلل، محمد مرقباوي ايضا عم يستمر غيابه عن فريق النجمه لانه هناك تمريره اماميه. ماهر صبره بيعيد الكره بكعب القدم بتوصل لعند قاسم الزين. بيتر بلانتش وين التمريرات السريعه؟ هذا تحضير بطيء دائما عم بيكون من فريق النجمه. يوسف الحج هل رح يعكس الكره باتجاهه لماهر صبره؟ انما الكره الى خارج ارض الملعب، بعده حاضر جمال الحاج. هيدي تعليمات وهذا انتقاد عم بيكون من المدرب جمال الحاج، وكانه عم بيقول له ليوسف الحاج بتلعب الكره امامه للاعب اللي بيكون منطلق من الخلف، وهذا امر طبيعي. اللاعب اللي بيكون اخذ خطوه للامام خطوتين للامام، شوفوا يوسف الحاج كان عم بيحاول يمر انما هناك خطا من حسن العنان. هل راح يعود حسن العنان الى فريق النجمه او راح يتم التجديد له موسم مقبل مع فريق السلام زغرتك؟ كل هالامور رح تنكشف بعد نهاية الموسم. يوسف الحاج على الكرات الثابتة بيلعب الكرة قصيرة بتوصل لعند ماهر صبرة. ماهر كرته لعند خالد التكجي بعد ما ظهر خالد التكجي، سواء انه بالتسديدة من داخل منطقة الجزاء. هيدي الكرة العرضية سهلة عم تكون بين يدي مصطفى مطر من دون أي مشكلة. أيضا مع إدمون شحادي، إدمون بمر، إدمون بيلعب تمريرة أمامية، مايكل هليكبي ممكن يمر إنما الكرة بتنقطع باللحظة الأخيرة. قاسم الزين عم يعمل التغطية الدفاعية بالثانية الأخيرة. اقتربنا من انتصاف الشوط الأول والنتيجة لازالت التعادل السلبي ما بين الفريقين. شوفوا هالهف والدفاعية من دفاع النجمة. مايكل هليكبي كلنا بنذكر هدفه الشهير بمرمى النجمة ببطولة كأس لبنان بعام 2015 بموسم 2014-2015 عندما كان لاعب بطرابلس. هيدي تسديدته لعمر ارناؤوت اللي وصلت سهله بين يدي محمد المولى. طبعا كلنا بنشكر مايكل هليكبي مثل ما ذكرت وهدفه الرائع. سلامات لهاللاعب، على فكره لاعب خلوق مايكل هليكبي. بالمناسبة هيدي المباراة رقم 43 ما بين الفريقين، هذا هو جمهور النجمة اللي عم بيتابع المباراة مثل ما ذكرت بأعداد قليلة عم بيتابع اللقاء. شوفوا الاحتكاك اللي كان بينه وبين قاسم الزين، كنت عم بتحدث على انه هيدي المباراة الرقم 43 ما بين الفريقين، وبتاريخ لقاءات الفريقين كان حقق النجمة 30 انتصار. مازن جمال اللاعب المنقذ 30 انتصار للنجمة مقابل
4 انتصارات فقط للسلام صغرتها بتاريخ لقاءات الفريقين. الفريقين كانوا تعادلوا 8 مرات. هل النجم رح يحقق الفوز رقم 31 من خلال هالمباراة او انه السلام صغرتها الرقم 5 من خلال هاللقاء؟ سنتابع ما ستقول نتيجة المباراة. بالوقت هناك ادمون شحاضي بيحاول المرور كرة الى خارج الملعب. ركلة مرمى لمصلحة محمد المولى. طبعا علي الحاج ايضا بيكون نجده للمدرب جمال الحاج. على فكرة هناك مباراة رح تجمع النجم والعهد بدور الناشئين، وهذه تمريرة امامية اكرم مغربي انما بتوصل سهلة هالكرة بين يدي مصطفى مطر. علي الحاج اللي واحد من اللاعبين الناشئين عنده مباراة يوم غد بمواجهة فريق العهد. نجم عهد الساعة 2 على ملعب المنارة، على ملعب نادي النجمي. على فكرة على سيرة علي الحاج واحد من المواهب اللي بيتابع طبعا الناشئين ودوري الشباب بيعرف كتير منيح الحديث عن امكاناته. بتمنى من كل اللاعبين الشباب بالاضافة على فكرة الى مهدي الزين واحد من اللاعبين المتميزين، واحد من اللاعبين المميزين اللي عنده المستقبل كتير كبير بالكرة اللبنانية. بنأمل انه من كل هالشباب من كل هالشبان انه يفرجونا امكاناتهم على ارض الملعب. هذه واحدة من الامكانات. ادمون شحادي مراوغ رقم واحد لانه بيعتمد بالكثير من الكرات على المراوغات، لانه بالنهاية مفروض يعتمد على المجموعة، وهيدي كرة عرضية لداخل المنطقة ما بتمر الكرة لهناك لمسة داخل المنطقة. عم بيطالبوا النجمة بركلة جزاء وتحديدا المدرب جمال الحاج بالجهة المقابلة كان عم بيطالب حكم المباراة بإطلاق صفرته. بتعود الكرة أيضا لمصلحة السلام صغرتها. حسن القاضي عامر محفوظ كرة طويلة أمامية باتجاه أمادو، بده ينتبه كتير منيح من سرعته لأمادو. ماهر صبرا بمر أمادو بيدخل منطقة الجزاء، كرة عرضية. ماهر صبرا برافو ماهر صبرا، صح انه أمادو سبقه، صح أمادو انه دخل منطقة الجزاء، الا انه شوفوا الحركة الدفاعية يلي كان عم بقوم فيها ماهر صبرا. عم نشوف بالإعادة هل هناك لمسة يد باللقطة الأخيرة. هناك لمسة قدم، حركة دفاعية كانت مميزة من ماهر صبرا أمامه لأمادو. واحدة من الانطلاقات الخطيرة جدا للموريتاني أمادو. بالوقت هناك الركنية الزغرتاوية هل رح تسفر عن أول أهداف المباراة. كرة بتنلعب لداخل منطقة الجزاء باتجاه المرمى، كرة عرضية ممكن جول. هيدي الكرة جول جول جول. شو عم بيقول حكم المباراة؟ شو عم بيقول حكم المباراة؟ عم يلغي الهدف. الكرة الأولى كانت بالعارضة، الكرة الثانية كانت داخل الشباك. عم بيتم إلغاء الهدف. هناك خطأ على لمصلحة محمد المولى. شوفوا هيدي الكرة العرضية. الرأسية بالعارضة. بالمرة الثانية هون احتسب الخطأ لمصلحة مصطفى مطر. على كل الأحوال عم بيتم إلغاء الهدف من دون اعتراضات من لاعبي السلام صغرتا. الحكم كان قريب من الحالة والأمور واضحة كانت داخل منطقة الجزاء، وخاصة بعد ما سقط محمد المولى. على فكرة لاحظت محمد المولى بالمرة الثانية حاول إنه يخلص الكرة، هذا بدل على إنه عنده إمكانات كتير كبيرة. محمد عبد المولى بالوقت هناك، عبد الرزاق حسين بيلعب كرته لعند نادر مطر، نادر مطر كرته العرضية لداخل المنطقة، نيكولاس قفي متقدم إلا إنه أكرم مغربي كرته إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى لمصلحة صغرتاويين. هدف كان بإمكانه إنه يشعل ما تبقى من الشوط الأول، هناك وقت كافي يعني أمام الفريقين من أجل هز الشباك. 27 دقيقة مروا من زمن اللقاء والنتيجة لا زالت التعادل السلبي بين الفريقين. مباراة صاخبة كانت بذهاب البطولة. حتى بآخر ثلاث مواسم، موسم 2013 2014 النجمي كان عم يفوز بهدفين مقابل لا شيء. بوقت خالد التكجي حسن محمد سجلوا أهداف المباراة. أيضا بمرحلة الإياب كان النجمي فاز بهدفين مقابل هدف واحد. على ايام مين؟ على ايام نجم زوب اهان الايراني علي حمام. خمس اخطاء ارتكبوه النجم مقابل خطأين عم يرتكبون السلام صغرتا. حسن القاضي بيحاول يمر، كرته بتنقطع بتعود لمصلحه جان جاك كمين يلي بيحاول المرور ويحصل على خطأ.
على ايام علي حمام اللي سجل انذاك واحد من الهدفين. علي حمام المحترف بزوب اهان الايراني، طبعا ما بيسمع جمهور النجمي باسم علي حمام بيتمنى انه علي حمام يعود الى القلعه النبديه بالوقت، هناك الكره العرضيه الزغرتاويه الفرصه كثير كبيره انه ماهر صبره. خبرتكم على انه ماهر صبره بالفتره الاخيره عم بيقدم مستوى كبير، وهيدا الجواب على كلامي. باكثر من كره ماهر صبره، ان كانت كره عرضيه هوائيه او ان كانت كره زاحفه، عم بيقوم بالتغطيه الدفاعيه المثاليه. شوفوا لو مرت الكرة عن ماهر صبرا من دون أدنى شك إن شفنا هدف لمصلحة السلام صغرتا. مع مايكل هليكبي على يساره لمحمد المولى، بده ينتبه كتير منيح لأنه الإنذار كان شديد اللهجة على الرغم من إنه كان تم إلغاء الهدف. هيدي كرة عرضية باتجاه المرمى مباشرة، محمد المولى بثقة كتير كبيرة عم يلتقط الكرة. لو إنه الكرة كانت سهلة إلا إنه يوسف الحاج أيضا توصل كرته بهالوقت، بتوصل الكرة لعند خالد التكجي اللي بيحاول يحصل على الكرة الأخيرة ما بينجح، بتعود زغرتوية مش طوق الطويل أصحاب الرقم 14 حسن العنان. بالإضافة ليوناردو بتنتهي الكرة لمصلحة النجمي يوسف الحاج. تبادل المراكز ما بين لاعبي فريق النجمي أصبح موجود على الطرف الأيسر يوسف الحاج، نيكولاس كافي عم يتعرض لخطأ. دخلنا على الدقيقة 30 والنتيجة لا زالت سلبية ما بين الفريقين. حتى بموسم 2014-2015 ذهابا النجمي كان فاز بنتيجة 1-0، بمباراة الإياب تعادلوا الفريقين بنتيجة 1-1. مع يوسف الحاج بالقدم اليسرى كرته ما بتوصل هالمرة، بتوصل لمصلحة السلام صغرت أنا حسن العنان. اخر اللاعبين بوصل الكره لعند نادر مطر، نادر مطر كره لعند عبد الرزاق حسين، ترويض للكره بشكل مميز من عبد الرزاق حسين، كره العرضيه او كره اماميه بالحالتين سهله هالكره عم تكون لعند مصطفى مطر. يعني عم نلاحظ يعني من بدايه المباراه كل الكرات العرضيه الهوائيه ان كان من قبل لاعبي فريق النجمه او حتى لاعبي سلام صغرتا عم توصل الكرات او تمركز حارس المرمى عم بسهل المهمة أكثر، إن كان مصطفى مطر من جهة إن كان محمد المولى من الجهة الثانية. أيضا مع إدمون إشحادي، إنما بيتر بلانش أقرب للكرة، بتعود الكرة أيضا نجماوية نادر مطر. تحضير بطيء بعد مصر إنه النجمة عم بيكون تحضيرهم بطيء للكرة. أيضا مع عبد الرزاق حسين، ماهر صبرا. قد يكون نتيجة الضغط الكبير الزغرتاويين بوسط الملعب، ما بيقدر النجمي انه يسرع بايقاع اللعب اكثر فاكثر. مع عبد الرزاق حسين بينتظر عبد الرزاق حسين، بغير اتجاه اللعب لعند يوسف الحاج من لمسه لعند نادر مطر، ما بتوصل الكره، بتوصل مجددا لعند يوسف الحاج، بيلعب تمريره اماميه ممكن يكون خطيره. عبد الرزاق حسين بيسدد، كان بالامكان انه يلعب تمريره باتجاهه لاكرم مغربي يلي عم بيلومه باللقطه الاخيره، الا انه اللاعب عندما بيكون على حدود منطقه الجزاء عنده امكانيه التسديد، انا بعتقد بيطمع اللاعب وبيسدد على امل انه يكون واحد من الحلول، هيك بفكر اللاعب. طبعا جمال الحاج بتعليمات عم تكون مستمره بالاضافه الى المدربين الموجودين على مقعد الاحتياط يلي عم بقودوا الفريق، محمد زويبي بالاضافه الى حمدي بن حسن، جهاز فني تونسي للسلام صغرتا. مرة جديدة عم نشوف كرته، شوف القدم كانت من أمدو، القدم اللي كانت عم ترتطم برأسه لمحمد المولى. هيدا هو المدرب طارق جراية. شو بدكم تسموه لهيدا المدرب يلي جعل من السلام صغرتا بهالموسم بكل بساطة الرقم الصعب، الرقم الصعب السلام صغرتا ببطولة ألفا لكرة القدم. طبعا بفضل هيدا المدرب، بفضل الاداره السليمه، بفضل اللاعبين يلي عم بينفذوا تعليمات المدرب بكل المباريات. على فكره على سيره الاداره، يوم امس كانت اداره السلام صغرتا عم نتحدث عن الاداره، هيدي كل الاداره صرفوا كل
مستحقات اللاعبين يوم امس. إدارة السلام صغرت على كل الأحوال اللي صرفت كل مستحقات اللاعبين، يعني اللاعبين اليوم عم يلعبوا مرتاحين. هيدي كرة عرضية نجماوية، خالد التكجي ضائع بهاللحظات عم يرتكب خطأ. طبعا طمعانين كثير السلام صغرت بتمثيل لبنان خارجيا، ومن حقهم، فريق يستحق هالموسم لانه هو كان يعني قاب قوسين او ادنى انه عم بينافس على لقب البطوله حتى الامطار الاخيره. يعني مباراته الشهيره امام العهد على هالملعب بالتحديد، مباراه المشكله ايضا. اغلب المباريات على ملعب امين عبد النور وحمدون عن جد بتتسمى مباريات المشكله. عنده طمع كثير كبير السلام زغرته بتمثيل لبنان خارجيا ببطوله كاس العالم العربي للانديه المقامه بمصر، اللي واحد من الفرق اللبنانية راح يمثل لبنان هو فريق العهد اللي انتقل الى دوري المجموعات. طبعا كأس العالم العربي للأندية بيشارك فيه 12 فريق. الوقت راح نتابع هيدي الهجمة الزغرتاوية مجددا، السلام زغرتا مع عامر محفوظ، ليوناردو قائد خط الدفاع بوصل كرة طولة عند حمزة الخير على الجهة اليمنى. حمزة الخير بيلعب كرة طويلة أمامية منه متسلل، عمر أرناؤوط من لمسة هيدي انطلاقة أمدو بيدخل منطقة الجزاء، بيحاول يمر ماهر صبرة. ماهر صبرا فيهم يطمئنوا النجماويين. ماهر صبرا عم يخلق بكل لحظه من اللحظات، حتى جمال حج عم يطلب من ماهر صبرا انه يحمي الكره، ينطلق من الكره من الخلف. الا انه ظروف اللاعب على ارض الملعب هي مختلفه طبعا عن ظروف المدرب، عن ظروف المعلق، عن ظروف المشاهد. هيك ارتقى ماهر صبرا على انه على مبدا الامان اللي هو اصبح من الماضي هيدا مبدا الامام. بالعكس يعني الكرات او الهجمات بتنبنى دائما من الخلف، بالوقت ممكن مشروع تسديد، انما هالتسديد عم تروح الى خارج ارض الملعب. شاهد سكيف عم بيجرب حظه كامل خارج منطقه الجزاء. عم بتحدث عن كاس العالم العربي للانديه اللي بيشارك فيه 12 فريق، واحد من هالفرق طبعا ممثل لبنان بهالبطوله فريق العهد. مره جديده عم نشوف تسديدته لشاهد سكيف. هيدي البطولة إذا بنسمع الأندية يلي مشارك فيها بنقول قد تكون يمكن أهم من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. بالوقت هناك الكرة العرضية النجماوية وهيدي الرأسية، هيدا خطأ، هيدا جول. أوه ما معقول، عبد الرزاق حسين كيف أضاع الكرة؟ خطأ من دفاع السلام صغرته، ما استفاد منه اللاعب السوري صاحب الرقم 9 عبد الرزاق حسين، اللاعب يلي كان عنده العديد من الانتقالات الخارجية. مرة جديدة عم نشوف هيدي كرته لنادر مطر. شوفوا هالخطأ الدفاعي، تحضرت الكرة أمام عبد الرزاق حسين، اللاعب السوري ما قدر إنه يوضع الكرة داخل الشباك، عم بيلوم نفسه، أصلاً هو عم بهز الشباك، وعم بقول إنه كيف أضع يعني كيف أضعت الكرة باللقطة الأخيرة. طبعاً هز الشباك من دون ما الكرة تهز الشباك، بالوقت هناك انطلاقة صغرتاوية. كنت عم بتحدث عن كأس العالم العربي للأندية اللي بشارك فيه 12 فريق، وقلت قد يكون يمكن اهم من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اذا بنسمع الفرق اللي مشاركه بكاس العالم العربي للانديه. يعني قد تكون هي من الناحيه الماديه اهميتها، وايضا من اهميه الاحتكاك مع الاهلي المصري، مع الزمالك، مع النصر، مع الهلال من السعوديه. يعني هيدي فرق على مستوى عالي جدا. العين الاماراتي ايضا مشارك ببطوله كاس العالم العربي للانديه، البطوله اللي بتبدا ب 22 تموز المقبل وبتنتهي ب 6 اب. بالوقت هناك الكره بتتنفذها داخل منطقه الجزاء، كره سهله عم تكون لعند نيكولاس كافي، مجددا ماهر صبرا بيعيد الكره الخلفيه، حسن العنان بيحاول يمر يخطئ، حسن العنان ممكن اول اهداف هالمباراه. هذه كره عرضيه، لا ما في كره عرضيه لانه موجود قاسم الزين، كره عرضيه عم يقطعها قاسم الزين وبيعيدها نجمويه. كاد النجم يشوفه عنده مهارات خالد التكجي، بيستعمل مهاراته باي لحظه من اللحظات، بيحاول يمر، بيحاول يموه. هيدي الكره لعند عبد الرزاق حسين بوسط الملعب امامه مساحات، عبد الرزاق حسين بيتقدم، بينطلق كرته لعند نادر مطر، من هو المتقدم على الجهه اليمنى. لا نادر مطر بيغير اتجاه اللعب، وهيدي الكره مباشره. يا سلام يا سلام يا سلام يا خالد التكجي، يا سلام على هالكره، يا سلام على هالتسديده بمنتهى الروعه يا خالد التكجي، اجمل من الهدف. ايه صح، اجمل من الهدف. يا سلام كيف فاجأته، كيف فاجأت الجميع، كيف فاجأت حارس المرمى. كرتك كانت بمنتهى الخطوره، بالوقت هناك انطلاقه صغرتاويه بيتر بلانتش على التغطيه الدفاعيه.
رح نشوف بالإعادة خالد التكجي بوم، كرة كانت صاروخية هزت القائم الأيسر. يا سلام يا سلام يا مصطفى مطر، مصطفى مطر لمس الكرة باليد، يعني خلص الكرة، منع الكرة أن تدخل الشباك. بالوقت هناك الركنية صغرتاوية على يمينه تماما لمحمد المولى، هيدي كرة على القائم البعيد العرضية، إنما الدفاعات النجموية عم تكون حاضرة، بتعود لعند مايكل هليكبي، وحدة من تسديداته من خارج منطقة الجزاء ممكن يستعملها، لا بعيد الكرة لعند عامر محفوظ. أيضا هيدي كرة عرضية صغرتاوية لداخل المنطقة، شوفوا ليوناردو، ليوناردو موجود بقلب الهجوم، دائما يعمل. يا سلام خالد التكجي، شوفوا من ردة فعل كانت، شوفوا من ردة فعل كانت مصطفى مطر، طار مصطفى مطر على الكرة. أصلا لو ما هالحركة اللي قام فيها مصطفى مطر بالتأكيد كنا شفنا واحد من الأهداف الجميلة ببطولة ألفا لكرة القدم. بالوقت هناك انطلاقة نادر مطر على الجهة اليمنى، الحكم عم بيشير لخطأ لمصلحة نادر مطر قبل نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول بست دقائق، والنتيجة لازالت التعادل السلبي بين الفريقين. هذه النتيجة ما سجلت بآخر ثلاث مواسم على الأقل ما بين الفريقين. موسم على فكرة الموسم الماضي موسم 2015-2016 كان النجم فاز بالذهاب بثلاث أهداف مقابل هدفين، إيابا النجم فاز بثلاث أهداف مقابل لا شيء. سبع أخطاء عم يرتكبون النجم مقابل خمس أخطاء عم يرتكبون السلام صغرتا. النجم إيابا فاز ثلاث أهداف مقابل لا شيء. واحد من اللاعبين اللي سجل هدفين آنذاك هو خالد التكجي، أيضا أكرم مغربي عم ينذكر اسمه كثيرا بمباريات الفريقين، بالتخصص ممكن يسجل، ايضا خالد التكجي بالتخصص ممكن يسجل بمرمى السلام صغرتا. بالوقت هناك فرصه عم تكون بمنتهى الخطوره، العرضيه المنتظره، بيتر بلانش عم ينتظر، ايضا عبد الرزاق حسين عم ينتظر، ماهر صبره ليش لا، هيدي كره بتتنفذ ما بتوصل الكره من يوسف الحاج، بتعود ايضا نجمويه نادر مطر، تسديدته عم تكون بعيده كل البعد عن مرمى مصطفى مطر. طبعا نادر مطر مصطفى مطر ما بتربط قرابه ما بين اللاعبين، هناك تشابه بالعيال وخاصه بلبنان هذا امر يعني بنشوفه كثيرا. تسديدته لخالد التكجي بكل بساطه جلبير عم بيقول لنا انه يعني تستحق الاعاده مش مره واثنين وثلاثه واربع مرات. طبعا جمهور النجمي اللي عم يتابعنا خلف شاشه الجديد عم بيقول هيك نوع من الكرات مفروض تكون داخل الشباك، من حسن حظ صغرتاويين. وايضا هيدا القاضي بسدد مباشره باتجاه المرمى وايضا بالجهه المقابله محمد المولى. هيدي مباراه الحراس مثل ما خبركم من بدايه اللقاء، محمد المولى من جهه، مصطفى مطر من الجهه الثانيه، كل حارس عم بيرد على الاخر. مثل ما سدد خالد التكجي ايضا حسن القاضي عم بيسدد تقريبا من نفس المسافه، إن وضعيته لخالد التكجي كانت أصعب وكرته كانت أجمل. أيضا مع حسن القاضي ممكن يسدد، بسدد حسن القاضي بتوصل الكرة عند مايكل هيليكبي، هيليكبي بيعيد الكرة على حدود منطقة الجزاء، حسن القاضي كرته العرضية لداخل المنطقة، هل هناك تسلل؟ حكم المساعد الأول مايكل سوتيريو عم يرفع رايته عم بيشير للتسلل باللقطة الأخيرة، كرة بتتنفس بشكل سريع. أيضا نجموية بيتر بلانيتش، نادر مطر، يوسف الحاج، هذه كرة طويلة باتجاه عبد الرزاق حسين، تغطية دفاعية عم تكون حاضرة من حمزة الخير، بيتابع إلى خارج أرض الملعب، عم شوف حالة التسلل. حالة التسلل الأخيرة على السلام صغرتا، إذا النتيجة لا زالت سلبية إلى حد الوقت. هناك مباراتين عم يقاموا بذات التوقيت، نبشيت عم يواجه الصف، عم شوف تسديدته لحسن القاضي، هذا يعتبر انجاز لمحمد المولى. هذا مع نيكولاس قفي عنده مهمه دفاعيه، ما عم نشوف بالخطوط الاماميه نيكولاس قفي، نيكولاس بمر عن جان جاك كامين، كره طويله اماميه باتجاه خالد التكجي على الطرف الايسر، رح يوصل للكره خالد التكجي، ممكن كرة العرضية تكون منتظرة لخالد، بده يستعمل مهاراته، ممكن يدخل منطقة الجزاء، بيدخل خالد التكجي، هيدي كرة عرضية، وين لاعبي فريق النجمة؟ وين اللاعبين المتمركزين داخل منطقة الجزاء؟ يعني أي لاعب
عادة من فريق النجم عندما خالد التكجي بيستلم الكرة على الجهة اليسرى مفروض يفكر انه خالد عنده امكانات وعنده مهارات وهيدي كرة عرضية من هذا المطر لداخل المنطقة. كرة بتنقطع من عمر أرناؤوط، هيدا الصراع الأسمر بينتهي لعند نيكولاس كافي، نيكولاس ممكن ياخذ الأمور على عاتقه، بمر نيكولاس ممكن يسدد، بسدد مباشرة وهيدا مصطفى مطر. وهيدا هو مصطفى مطر، هيدا هو الحارس اللي خبركم عنه من بداية المباراة، هيدا الحارس اللي كنت أثناء عم زيع تشكيلة السلام صغرتها بدأت بمصطفى مطر المتألق. هيدا هو الجواب. شوفوا نيكولاس كافي، كنت عم بقول عنده مهمة دفاعية إلا أنه مهمته الهجومية كانت عم تخلق بلحظة من اللحظات، أخذ الأمور على عاتقه وسدد. كرة كانت قوية جدا وصعبة كانت على مصطفى مطر بالوقت. أيضا حسن القاضي بعده عم بمر، القاضي ممكن يصدر حكمه بالنجم اليوم بعد ما استغنى عن خدماته النجمي بهالموسم. هو متواجد مع السلام صغرتا على سبيل الإعارة، هيدي آخر مباراة لحسن القاضي مع السلام صغرتا. هل رح يعود القاضي إلى بيته؟ هيدا القاضي وهيدا العنان. الحكم كان عم بيشير لمتابعة اللقاء. على فكرة واحدة من المباريات اللي جمعت السلام صغرتا والنجمي، هذا حديث ما بين المدرب جمال الحج وخالد التكجي، كان بالكأس السوبر. كنا بنذكر بعام أو بموسم 2013-2014 عندما أحرز النجمي لقب بطولة الدوري، السلام صغرتا كان عم يحرز لقب بطولة كأس لبنان على حساب طرابلس بنتيجة 1-0. وبالكأس السوبر كان النجمي هزم السلام صغرتا بأربع أهداف مقابل هدف واحد. ايضا خالد التكجي واحد من الاسماء يلي سجلوا هدفين بمرمى السلام صغرتا. ليش عم بقول اذا خالد التكجي اليوم بهز الشباك بيكون بالتخصص، راح يهز الشباك صغرتويه. ايضا قائد النجم السابق عباس عبدو كان سجل هدفين انذاك وعلى ايام ابو بكر المال، الهدف الوحيد كان للسلام صغرتا بمرمى النجم بالكاس السوبر. كان ابو بكر المال لاعب بالسلام صغرتا وعاد الى طرابلس ليكون هو هداف البطوله ب 16 هدف بعد ما سجل هدفين يوم امس بمرمى الاجتماعي. مباراه انتهت بنتيجه 6-3 لمصلحه طرابلس. هيدي النتيجه طبعا ابقت طرابلس بالدرجه الاولى بالوقت لنتيجه الاخاء وشباب الساحل اللي هي كانت بفوز الاخاء 2-1 على شباب الساحل. ابقت الاخاء الاهلي علي ضمن انديه الدرجه الاولى، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي شو بالإعادة هيدي التسديدة بالوجه كانت بوجه ليوناردو. عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك كان تعاطف كتير كبير مع أبناء ساحل متن الجنوبي شباب الساحل بعد هبوطهم إلى أندية الدرجة الثانية، يعني خاصة لاعبين الإخاء الأهلي علي بعد نهاية المباراة كان احتفال، واستعملت تعبير يوم أمس احتفال بصمت وقلت برافو للاعبي الإخاء الأهلي علي، وقلت يوم أمس إنه واحد من الفريقين رح يهبط إلى أندية الدرجة الثانية رح نكون كلنا زعلانين عليه. الزعل كان على شباب الساحل، حتى قائد الإخاء الأهلي علي عبر صفحته عبر الفيسبوك كان كتب هيدا الكلام بالوقت. هناك الكرة العرضية من الركنية النجموية إنه مصطفى مطر ممنوع تمر الكرات، ممنوع تمر الكرات لمصطفى مطر بوجود طبعا مصطفى مطر. وبهاللحظات اذا الحكم القبرصي الرئيسي لوكاس سوتيريو عم يعلن عن نهايه احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين. السلام صغرتا ما نجح بالتسجيل النجمي نفس الامر، الا انه الفريقين قدروا يوصلوا الى منطقه الجزاء، وايضا الفريقين من خلال اللاعبين قدروا يسددوا باتجاه المرمى. انجازات كانت حاضره وواضحه لحراس مرمى اليوم، مصطفى مطر من جهه، محمد المولى من الجهه الثانيه، وهذا الجواب على هالكلام. على كل الاحوال سريعا للاستوديو التحليلي بيسبق فاصل اعلاني ومن ثم نعود مع بدايه الشوط الثاني. اذا شوط اول جيد تابعناه بين فريقي النجمه والسلام صغرتا، شوط كان فيه كثير فرص في تالق للحارسين خاصه مصطفى مطر حارس السلام صغرتا، في اعتراضات تحكيميه، في هدف ملغى، في كل شيء الا اهم شيء كابتن غياب الاهداف عن الشوط الاول. اذا التعادل السلبي بين النجمه والسلام صغرتا بالوقت اللي كان
فريق النبجيطة عم يسجل هدفين بالشوط الأول على فريق الصفا الغايب عن السمع كليا بمرحلة الإياب 2-0. إذن النبجيطة على الموسوي وبابا سال هني اللي سجلوا الهدفين، بينما تضامن والراسينج لهلا ما في أهداف مثل مباراة النجمة والسلام زغطة. نحكي أكثر عن الشوط الأول بعد فاصل الإعلاني، خليكم معنا. مرحبا فيكم مشاهدينا مرة جديدة. إذن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين النجمة والسلام زغرتا، اللقاء اللي عم يقام بحمدون ملعب حمدون البلدي. كابتن إبراهيم دهيني، سريعا رح نحكي نحن وياك عن الشوط الأول، لكن بالبداية في هدف للسلام زغرتا كثير اعترضوا على السلام وطلبوا بهدف، الحكم ألغى الهدف، رح نشوف بالإعادة وبدي رأيك بهالحالة. هون ارتفعت الكرة، تدخل بالعارضة برأيي هدف، هون حسب احتسب هدف خطأ الحكم، لأنه حارس المرمى برأيي أن وجهه هو مش للكرة، وجهه للكرة، هو طلع خلفه. إذا فينا نشوفها مرة تانية رسم. هو طلع خلفه وبالتالي اللاعب الكرة بمتناوله وسجل الهدف، برأيي هدف. رح نرجع نشوفها أكيد مرة تانية لهالحالة، برأيك هدف ما فيها خطأ. ما فيها خطأ على الحارس، لأنه لما لاعب تطاول للكرة وسجل من دون ما يلمس حارس المرمى، حارس المرمى سقط على الأرض، تدخل اللاعب القادم من الخلف، تطاول الكرة وسجل الهدف. نعم. حارس المرمى لما رجع ولمس المهاجم برأيي أنا غير فول وهدف صحيح. عم شوفها مرة تانية للحالة كابتن. طلع كابتن، طلع تسجيل هدف، حارس المرمى هو اللي رجع للاعب مش اللاعب اعترض حارس المرمى. إذن هذه كانت حالة تحكيمية أثارت الجدل بالشوط الأول. أيضا يعني كان لافت، شفنا قبل الخطأ كان في عارضة فرصة خطرة، وبالمقابل أيضا خالد تكجي كان والتدخل الرائع لمصطفى مطر أصاب القائم، يعني في فرص، في كل شيء، توقعت أنت الأهداف بالفعل كثير قراب كانوا يسجلوا الفريقين، لكن ما سجلوا فرص بالجملة. حارسين علي، صحيح حارس له مستقبل كثير كبير، حارس النجمة وحارس سلام زغرتا. سلام زغرتا بدل على أنه حارس من الطراز الكثير جيد، يعني الرفلكس اللي عنده عالي جدا كابتن. كيف ضاعت هالفرصه لعبد الرزاق؟ هيدي فرصه لعبد الرزاق، تدخل حارس المرمى منع عبد الرزاق من اللعب والتحرك، حط ضغط عليه، بس لا يعني لازم يسجلها هيدي عبد الرزاق، هيدي يعني هدف، وهيدي قوه عبد الرزاق. دائما نحن حكينا بيعمل زيادة عددية، ودائما بيدخل في العمق. طيب يعني شفنا اليوم علي اسلوبين مختلفين، قلنا عن جرايا وفلسفته باللعب، ست لاعبين الخلفي واضح جدا، شادي سكاف، ليناردو، حمزه خير. هيدي وحده من يعني من اجمل، هي الكابتن لمسها حارس المرمى، صحيح لو ما لمسها دخلت، هيدا بدل على قوه هيدا الحارس. يعني يمكن بيظل هيك التكتل يمكن او التنظيم الدفاعي، التسديد بيكون حل بهيك مباريات، احد الحلول. كيف شفت النجم بالشوط الاول؟ شفته جيد برايي، خاصه عم يلعب مع فريق كثير قوي ومنظم. ليه ما سجل النجم بالاول شوط؟ برايي حارس المرمى منعه من التسجيل فقط. حارس المرمى، تنويع اللعب عند النادي النجمي وصناعه اللعب وتدوير الكرة من الشمال لليمين وبالعكس، وقدرة الفريق على الاختراق من كل الجبهات. أيضا هيدي لقطة لمحمد عبد المولى، ليه سلام صغيرة بالمقابل ما سجل؟ كان عنده فرص ووصل كمان. حارس المرمى برأيي جيد، هو فعلا سجل مثل ما قلت، سجل لكن الحكم حارس المرمى الغرب. حارس المرمى كمان جيد، يعني شفنا العديد من المباراة الثانية. نحن حكينا بأسلوبين مختلفين، نجمي عم يلعب بالضغط العالي وعم يروح على الشق الهجومي، بالمقابل فريق منظم بنص الملعب وعم يعمل ضغط بنص الملعب وعم بيروح على اعتماده على إدمونش حادي ومهاريته، وشفناه في كرتين كثير خطرين، ومايكل هيليكبي وأمادو في السرعات، صحيح واضح اسلوب اللعب، خطرين السلام صغيرتا، خطرين كثير، لانه لاعبين كثير، ثلاثه مسجلين اهداف كثير بالدوري، صح فريق منظم من الناحيه الدفاعيه وفي وسط الملعب، بيعرفوا شو عم يعملوا بدون كره، حتى بتلاحظ علي اطرافه نهائيا، شادي سكاف وعمر ما عم يزيدوا في التزام، لا زياده التزام دفاعي كامل. نعم. وسط الملعب التزام دفاعي كامل، قلنا الشق الاربعه عنده حريه هجوميه. طيب كابتن، شوط اول يعني عن جد كان ممتع، ما قلنا ما بينقصوا غير الاهداف، شو ممكن يصير بالشوط الثاني؟ رح نحكي عنه لكن بعد بريك، خليكم معنا.
اذا بنذكر مشاهدينا كل يلي انضموا لانه هلا الشوط الاول انتهى بالتعادل السلبي بين النجمه والسلام زغرتا. بالمقابل نبشيت كان عم ينهي الشوط الاول 2-0 على حساب الصفا علي الموسوي وباباسال اللاعب السنغالي هن اللي سجلوا الهدفين. وايضا بصور نتيجه تضامن صور والراسينغ الشوط الاول كان عم ينتهي مثل مباراه النجمه والسلام زغرتا بالتعادل السلبي. الشوط الثاني كابتن فرصه لكل مدرب ان كان طارق جراي عبر مساعدينه بما انه هو موقوف وايضا جمال الحاج لا يخطفوا النقاط الثلاثه يلي اثنيناتهم بالمتناول لهلا. كيف شايف الامور بالشوط الثاني لوين رايحه؟ مين الاقرب ليسجل؟ مين الاقرب للفوز؟ انا برايي حيستمر النجمه بالضغط العالي، حيلعب بالضغط العالي لانه ما لها بديل امام النجمه الا الفوز اليوم ليعود زي ما قلنا للبطوله للمركز الثاني. لا يعمل اللي عليه. لا يعمل اللي عليه، وهيدي شغله مش سهله خاصه اذا تركت مساحات خلفيه لفريق بعاقبك دغري. بعاقبك دغري. عم نحكي انت على لاعب مهاري ادمون، عم تحكي امادو على مايكل هيليكبي، ممكن اي لاعب منهم يخطف هدف ويروح على السرعات. برايي جمال راضي بالشوط الاول على التشكيله لانه قدر يوصل على الجول. يعني ما برايك في رح يبدل؟ ما رح يستعمل لاوراق بالبدايه برايي لا، حاليا لا. حتى خياراته في الشق الهجومي قليله جدا، يعني ما نشوف محمود سبليني مدى اصابته، هل عاد محمود سبليني رجع حضوره البدني رجع للمباريات ممكن يستفيد منه في الحضور البدني، او خليل بدر هذا اللاعب الناشئ اللي عم يحكوا عنه تميز بشكل جيد. انا برايي احد خياراته المهمه هي مازن جمال، دائما بيدفع في وسط الملعب وبسجل وبيعمل تغييرات داخل الملعب، ممكن يدفع بنادر المطر الى الخط الوسط الى الخط ليزيد كثافه عدديه. بالمقابل برايي انا تغييرات جرايا هي حتصير في الشق الهجومي اكثر منه في الشق الدفاعي، ممكن يدفع بامين دحدح لاعب مميز في وسط الملعب ممكن يستفيد منه، جوزيف لاحود، أليكس بطرس، واحد بلعب بنص الملعب، واحد ينشط في الشكل الهجومي. الفريقين والمدربين إلى حد الآن برأيي جرايا راضي عن النتيجة، جمال الحاج بده يلعب من أجل الفوز. وممكن كتير تشهد المباراة أهداف ومن الصعب انه تخرج بلا اهداف. يعني مصر انه مصر في اهداف لانه الفرص واضحه. الشوط الاول ايه يعني كل الامور والشوط الثاني والشوط الثاني حيكون اكيد مفتوح. امر طبيعي جدا لانه زي ما قلنا النجمه من اجل ثلاث نقاط، السلام صغرته ما بده يخسر، واذا قدر يفوز مين بالنجمه مين كان برايك الافضل بالشوط الاول من ناحيه العناصر؟ في حدا هيك لفت النظر؟ انا عجبني عبد الرزاق. مع انه لاعب خط وسط فرصتين لحتى اذا بدناش نقول ثلاثه، دائما متواجد، دائما بيدخل في العمق وعنده مجهود كبير، عنده مجهود كبير وبيعود الى الادوار الدفاعيه. متحرك في كل المراكز ولاعب كثير خطر. هيدا اللاعب دائما انت بحاجه لاي فريق انه يكون لاعبين من هيدي النوعيه. لفتني من النجمه مهر صبر رغم انه عنصر السرعه كان لخصمه لمنافسه امادونياس، لكن سيطر عليه بشكل جيد فينا نقول بالشوط الاول كان مميز. هو وقاسم الزين قلنا نحن على خط دفاع نادي النجمه الاربعه حيث القوه البدنيه كثير، حيث الالتحامات الصراعات الثنائيه كثير قوية، من الصعب عمليه اختراق الا بحاله واحده مثل زي ما قلنا لاعب الطرف دغري حريف بيخرج بيدخل على العمق وبيسجل. هيدي قوه الفريق سلام صغرتا. ممكن سلام صغرتا يضرب النجمه في حال النجمه راح على الضغط العالي، هيدي بدي ينتبه لها فريق نادي النجمه لانه زي ما قلنا لاعبين السرعات والخطوط الخلفيه. شكرا كابتن ابراهيم الهيني. اذا سريعا الى احداث الشوط الثاني مباراه النجمه والسلام صغرتا. مجددا تحيه لكم مشاهدينا وما كنتم عم تتابعونا، عوده الى ملعب امين عبد النور بحمدون، عوده الى مباراه النجمه والسلام صغرتا. شوط اول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين. هيدي كره المباراه، لمين رح تبتسم بالشوط الثاني، للنجماويين او للصغرتاويين؟ طبعا الجواب رح يكون بعد نهاية المباراة، بعد نهاية 90 دقيقة. على كل أحوال لحظة انطلاق الشوط الثاني على ملعب أمين عبد النور بحمدون بعد إشارته للحكم الأبرصي لوكاس سوتيريو الحكم الرئيسي بمباراة اليوم. طاقم حكام مثل ما ذكرت بالبداية أبرصي عم بقود هالمباراة، لوكاس سوتيريو مايكل سوتيريو. بالوقت هناك الكرة الأمامية بتوصل سهلة جدا إلى محمد المولى أندرياس أندريو الحكم المساعد الثاني. علي سلوم عم بيكون الحكم الرابع بلقاء اليوم. على كل أحوال شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، إنما كان شوط أول جميل ما بين الفريقين، كان بينقصوا الأهداف
هناك محاولات كانت كبيره من الفريقين من اجل تسجيل اول اهداف اللقاء. بذكر انه هناك هدف ملغى للسلام صغرته بعد خطا كان ارتكب على محمد المولى. هذه كره عرضيه عبد الرزاق حسين، اكرم مغرب بيحاول على الكره، انما كره سهله جدا بين يدي مصطفى مطر. مباراه حراس المرمى اليوم ما بين محمد المولى وما بين مصطفى مطر، مع جان جاك كمين بوسط الملعب، قائد السلام صغرته بيلعب كرته الاماميه، خط وسط السلام صغرته مع مايكل هيليكبي يلي بيعيد الكره الخلفيه لعند حمزه الخير، ايضا مع عمر ارناؤوط. حسن القاضي عم يعمل مباراه منيحه الى حد هالوقت، على فكره واحد من اللاعبين اللي دائما عندهم امكانيات بالتسديد من خارج منطقه الجزاء. شوفوا هالوانتو، شوفوا هذه الكره العرضيه وممكن اول هدف المباراه، انما الكره عم بيشيل الحكم وعم يطلق صافرته. لعبت كره بطريقه مميزه باللقطه الاخيره من مايكل هليكبي وايضا حسن العنان. كنت عم بشكر واحد من اللاعبين اللي عندهم امكانيات بالتسديد من خارج منطقه الجزاء، على فكره يعني نفتقد بملعبنا اللبنانيه للاعبين اللي بيسددوا من خارج منطقه الجزاء، واحد منهم خالد التكجي يعني من فتره لفتره بنشوفه ايضا عم بيسدد من خارج منطقه الجزاء، انما هناك اللاعبين القلائل يلي بيقوموا بهالمهمات. الوقت امادو بيحاول يمر الكره الى خارج ارض الملعب، ايضا مع بيتر بلانيتش. شو مخبلنا الشوط الثاني من احداث من مفاجات من اهداف؟ هيدا ماهر صبره على الطرف الايسر، ماهر بناء الهجمه من الخلف بالكرات القصيره النجمويه، عبد الرزاق حسين، نيكولاس قفي. هل راح يغير تكتيكه المدرب جمال الحاج مع بدايه الشوط الثاني؟ شو كانت التعليمات؟ يوسف الحاج وسط الملعب صاحب الرقم 71 بغير اتجاه اللعب، مطرح موجود ماهر صبره اللي دائما بيعمل ازدياد العدديه الهجوميه. بالوقت خالد التكجي بينطلق على الجهه اليسرى، خالد هل راح يمر؟ لا ما بيمر، بيلعب كره لعند ماهر صبره، كرة العرضيه لماهر صبره عم تكون سهله جدا لعند حمزه الخير، انما الضغط اللي عم بيقوم فيه عبد الرزاق حسين ممكن يصعب مهمته لحمزه الخير، هيدي هو تصعيب مهمته. وضع الكره خارج ارض الملعب، طبعا المفروض اللاعبين ما يتفرجوا على بعض، المفروض كل لاعب يكون له شغله على ارض الملعب. التحرك بالوقت اللي يلي لازم يتحرك فيه اللاعب، ما ضروري اللاعب فقط انه يركض على ارض الملعب، بده يعرف كيف يركض، بده يعرف كيف يتمركز. كثير من اللاعبين ما بنشوفهم بيعطوا مجهود على ارض الملعب من ناحيه اللياقه البدنيه، لانه بيستعملوا لياقتهم البدنيه وقت الحاجه وبالظرف الصح وبالوقت الصح. رمية التماس ايضا نجمويه مع نادر مطر، بعيد الكره الخلفيه، الكره رح تبقى داخل ارض الملعب، الحكم عم بشير انه الكره بقيت. حسن العنان كرته لعند نادر مطر، ايضا مع قاسم الزين. شوفوا يعني اربع لاعبين من لاعبي فريق النجمه موجودين بالخطوط الاماميه، وايضا اربع لاعبين خلفهم عم بيكونوا بالخط الخلفي باشاره واضحه للتمركز النجماوي. بده يحاول النجم يكون هو المبادر، بده يحاول يفرض اسلوبه. اذا مع حسن القاضي، شوف عنده امكانيات، لاعب كبير حسن القاضي. هل النجم خسر امكانياته لحسن القاضي بهالموسم؟ طبعا لاعب عمل موسم مميز مع السلام صغرته. بالوقت يوسف الحج بيحاول يمر، يوسف اخطا، يوسف الحج الكره بتوصل لعند ادمون شحادي، ايضا اللاعب المهاري اللي بيحاول المرور وخطا، بده ينتبه يوسف الحج، بيحوصوا بطاقه صفراء. شوف يعني كان الحكم قريب جدا من اللقطه الاخيره، بده ينتبه لانه بحال بطاقه صفراء ثانيه هالامر بيعني بطاقه حمراء. ايضا بده ينتبه المدرب جمال الحج، قد يكون هناك نيه بالتبديلات والتعديلات. ايضا مع السلام صغرته، القاضي عامر محفوظ، جان جاك كمين. شوفكم بيلاقوا بعض لاعبي السلام صغرته حافظين بعض على ارض الملعب، انما هيدي الكره كانت خاطئه. الحكم عم بيشير لمتابعه اللقاء الادفانتج. شوفوا يوسف الحش كان عم بفكر بشيء بالخلف، انما وصل للكره وأعاد إلى نادر مطر يلي موجود على الطرف الأيمن. نادر مطر بمر بعرض الملعب ووصل كرته لعند عبد الرزاق حسين. عبد الرزاق حسين والحكم لاعب على أرض الملعب، مضايقه كثير حكم المباراة لعبد الرزاق حسين، لأنه الكرة رجعت لعند عبد الرزاق
والانطلاقة النجموية والهجمة النجموية وهيدي الكرة العرضية. موجود إدمون شحادة بالحالة الدفاعية. كرة بقيت داخل أرض الملعب مع نادر مطر، وين الكرات العرضية؟ هيدي كرات عرضية خطيرة والكرة إلى خارج أرض الملعب، ركنية لمصلحة النجمة. بعد مرور 6 دقائق على بداية الشوط الثاني النتيجة لا زالت سلبية. طبعا واحد من اللاعبين المتميزين حمزة الخير بخط الدفاع إلى جانب ليوناردو. يوم تشكيلة السلام زغرطة عم تفتقد لأحمد المصري، عم تفتقد لأحمد المصري. قد تكون هيدي الركنية الأولى للنجمة بمباراة اليوم. يوسف الحاج على التنفيذ بيلعب كرة عرضية لداخل المنطقة، الدفاعات زغرتوية عم يكون حاضرة، الحكم عم بشير لخطأ لمصلحة السلام زغرطة داخل المنطقة. عم تفتقد تشكيلة السلام زغرطة لواحد من اللاعبين يلي بيبذلوا مجهود كتير كبير واللي عنده حضور بتشكيلة السلام زغرطة. عم بتحدث عن أحمد المصري. قد تكون عودة ليوناردو، غير التكتيك المدرب طارق جرايا. هذا الغيب والخطأ يلي كان عم يحتسب لمصلحة السلام زغرطة كان عم يرتكبه أكرم مغرب أيضا مع مصطفى مطر. ليوناردو أيضا بتعرض لخطأ. السلام زغرطة قادرين يسيروا المباراة مثل ما بدهم بالشوط الثاني. شوفوا يعني حتى لوكاس سوتيريو كان انتبه أن الكرة راح تصطدم فيه. على فكرة هذا الحكم 34 عام، كان حصل على الشارة الدولية بعام 2010 أول زيارة للبنان، بعكس مايكل سوتيريو الحكم المساعد الأول اللي كان قاد مباراة النجمة والعهد. بده ينتبه يوسف الحاج من ارتكاب الاخطاء. عم تحدث عن مايكل سوتيريو الحكم المساعد الاول يلي قاد مباراه النجم والعهد بنهائي كاس لبنان يلي فاز فيها النجم بركلات الترجيح. ايضا الكره بتعود لتكون زغرتاويه، ممكن المحاوله تكون خطره، هيدي كره عرضيه لداخل المنطقه. بتوصل الكره لعند يوسف الحاج. نادر مطر بيخلق المساحات، بيلعب كره لعند عبد الرزاق حسين. عبد الرزاق حسين بيحاول ايصال كرته عند اكرم مغرب، ما بينجح. الكره بقيت داخل ارض الملعب، الحكم بيشير لمتابعه المباراه. شوف الخروج من المنطقه بالكرات القصيره حتى جان جاك يمين عنده مهمه دفاعيه، ايضا مع حمزه الخير. عمر ارناؤوط على الجهه اليمنى، هل راح يغير اتجاه الملعب عمر ارناؤوط؟ قد تكون الامور صعبه امامه، انما منها صعبه على حسن القاضي يغير اتجاه الملعب مع إدمون شحادي. بعد ما ظهر إدمون شحادي بمهاراته، إدمون شحادي بيروح بعرض الملعب، مفروض التمرير بهاللحظات، فعلا بمر الكرة لعند عامر محفوظ. عم ينتظر على الطرف الأيمن أمادو. مايكل هليكبي متحرك بوسط الملعب على حدود منطقة الجزاء أيضا مع عامر محفوظ. جان جاك كمين، شادي سكيف، شادي كرته ما بتوصل لعند إدمون شحادي، كانت اقرب لبيتر بلانيتش. وايضا إدمون شحادي كان عنده اصرار انه ما يخلي بيتر بلانيتش يلعب الكره. رمي التماسه النجمويه بالمناطق النجمويه. شوفوا حسن العندين، لعيب حسن العندين بده ياخذ الثقه اكثر فاكثر. حسن العندين بمركز الارتكاز عنده امكانات ممكن يفيد فيها النجمة. إذا ما بدي أتحدث عن هالموسم بدي أتحدث يمكن عن المواسم المقبل أو الموسم المقبل. هيدي انطلاقة أمادو بتعرض لخطأ واضح. دخلنا على الدقيقة 55 اللي شرفت على النهاية والنتيجة لازالت التعادل السلبي. إنما مباراة يعني تكتيكية على أعلى مستوى عم يلعبوها المدربين. كما يقال دائما بعالم كرة القدم انه الشوط الثاني هو شوط المدربين، الا انه اللاعبين انه عندهم اصرار دائما على صنع الفارق بالشوط الثاني، لانه كل شيء بيتغير بالشوط الثاني، الحسابات اصلا بتختلف عند المدرب وعند اللاعب. عم تزداد اخطاء النجم بمباراة اليوم، وهذا الامر بده ينتبهوا له كثير منيح النجمويين. الكرات الثابتة ممكن تكون حل ايضا بمباراة اليوم. إدمون شحادي عم يفرجينا مهاراته بعرض الملعب، لانه هيدي المهارات ممكن تفيد إدمون شحادي عندما بكون متوجه نحو المرمى. ايضا مع شاد سكيف، شاد سكيف بمر عن يوسف الحجي بيلعب كره عرضيه لداخل المنطقه. مايكل هليكبي جول، يا سلام جول!
مايكل هيلجبي منا جديد عليك ابدا يا مايكل هيلجبي، انك تهز شباك النجماويين، انك تسجل الاهداف الجميله بمرمى النجمه مايكل هيلجبي. يا سلام عليك ملا لعيب، يا سلام يا مايكل هيلجبي، فرجيتنا واحد من الاهداف الجميله يا صاحب الرقم 12، فرجيتنا واحد من الاهداف الرائعه يا مايكل هيلجبي يا صاحب الخمس اهداف يلي عم تزيد رصيدك من الاهداف الى ست اهداف بموسم 2016 2017. طبعا عم يتلقى التهنئه مايكل هيلجبي من زملائه وايضا من مدرب الفريق وايضا من الجمهور الزغرتاوي خلف شاشه الجديد. هيدا شاد سكاف، هيدي كره العرضيه ما فكر مرتين اصلا مايكل هيلجبي، شوفوا باي طريقه وضع الكره داخل الشباك ليعلن عن اول اهداف هالمباراه لمصلحه السلام زغرتا. واحد السلام زغرتا النجمه لا شيء بانطلاقة شاد سكاف على الجهة اليسرى، هيدا اللاعب النجم الأسبق لعب كرة عرضية كانت حاسمة إلى داخل المنطقة، كما كان لعب الكرة العرضية حسن القاضي بمرحلة ذهاب البطولة بالوقت هناك الكرة العرضية النجموية لداخل المنطقة. ممكن هدف التعادل؟ لا ما في هدف تعادل، في كرة رأسية إلى خارج أرض الملعب وفي ركلة مرمى لمصلحة السلام زغرتا. بتذكروا معي كثير منيح حسن القاضي عندما كان حكمه قاضي بمرحلة ذهاب البطولة، هيدا أول تبديل من قبل المدرب جمال الحج، كان تبديل متوقع، يوسف الحج عم يخرج عم يدخل مكانه محمد حمود، هيدا مايكل هيلجبي كنترول، يا سلام، يا سلام يا مايكل، يا سلام، لاعب بحب شوفك بالملاعب اللبنانية على أمل إنك تبقى دائما بملاعبنا اللبنانية بأهدافك الجميلة، ليش يقول اعتاد مايكل هيلجبي على هالشباك النجمي بأهداف جميلة؟ صح هو أقل جمالية يمكن من الهدف كان بنهائي بطولة كأس لبنان بموسم 2014-2015، إيه صح أقل جمالية، إلا أنه هيدا الهدف فيه الكثير من الأناقة كان من مايكل هيلجبي والكثير من الحرفنة والذكاء بنفس الوقت. 1-0 أصبحت النتيجة على سيرة نهائي بطولة كأس لبنان. على فكرة الحكم المساعد الثاني أندرياس أندريو كمان هيدي منا أول زيارة للبنان، كان قاد مباراة نهائي كأس لبنان يلي جمعت النجم وطرابلس على ملعب صيدا. 36 عام يلي حصل على الشارة الدولية بعام 2009، طبعا عم بتحدث عن حكم المساعد الثاني فقط، الحكم الرئيسي هو أول زيارة للبنان مع شاد سكيف. التمريرة الحاسمة كانت باتجاه مايكل هيلجبي، هيدي كرة طويلة قاسم الزين، عم تزداد صعوبة مهمة النجمة مع بداية الشوط الثاني بالوقت النجمويين يمكن انتظروا أن النجمة هي يكون السيطرة على أجواء الشوط الثاني، إلا أنه كانت وكان الرد الزغرتاوي كان رد قاسي جدا ورد سريع. كنت ذكرت من شوط أول جميل ما بين الفريقين لانه كان بينقصوا الاهداف، سالنا عن الاهداف، شفنا اول اهداف المباراه ايضا مع حسن عنان، مطالبين النجمه ببذل مجهود كثير كبير اذا ما ارادوا العوده الى اجواء اللقاء، اذا ما ارادوا تعديل نتيجه المباراه. هيدي الكره لعند نيكولاس قفي، بالتاكيد رح نشوف نيكولاس قفي بالمهمه الهجوميه، وهيدي كره اماميه، انما الدفاعات الزغرتاويه عم تكون حاضره بقياده ليوناردو. مايكل هيلجبي ما بيوصل للكره، بتوصل سهله جدا لعند محمد المولى يلي بيعيدها لعند محمد حمود، او هذا بيتر بلانتش، قاسم الزين، بيتر بلانتش، محمد حمود، كرة أمامية باتجاه عبد الرزاق حسين، كنترول من عبد، يا سلام ملا مرور، عبد الرزاق بمر بالمرة الأولى، بمر بالمرة الثانية، عم بيطالب بركلة جزاء النجمة، الحكم عم يأمر متابعة المباراة وتحديدا عبد الرزاق حسين يلي كان عم بيطالب بركلة جزاء، الحكم كان قريب وأمر بمتابعة المباراة، وبهالوقت الحكم عم يوقف اللقاء. حمزة الخير الإعادة واضحة بعتقد أمامكم، عبد الرزاق حسين باللقطة الأخيرة باصطدام كان مع حمزة الخير، مرة جديدة شوفوا بالإعادة، حكموا لحالكم على الحالة، الحكم لألكم مشاهدينا. النجم كان عم بيطالب بركلة جزاء، الحكم كان قريب، أليكس بطرس إذن عم يتحضر للدخول من جهة السلم زغرتا، المدرب محمد زويبي المدرب المساعد
لطارق جرايا رح يجري التبديل الأول بصفوف فريقه. هو رح يكون خارج التشكيلة الزغرتوية بالوقت كل لعبي السنة زغرتا عم بيقدم مستوى جيد جدا، عم بفكر بالهجوم المدرب طارق جرايا. مين هو اللي عم يخرج؟ عم يخرج اللاعب يلي انا قلت انه بحب شوفه بملعبنا اللبناني، هو مايكل هيلجبي. ما بعرف هيدا التبديل يلي عم يجريه المدرب طارق جرايا، صح هو منه موجود على ارض الملعب، موجود بالمدرجات لانه التعليمات والاتصالات الهاتفيه لا شك انه رح تكون شغاله. على كل الاحوال مايكل هيلجبي خارج تشكيله السلام زغرتا، عم يدخل اليكس بطرس لمتابعه الدقائق المتبقيه وهي دقائق كثيره. هيدا مايكل هيلجبي، هيدا صاحب الهدف الوحيد بمباراه اليوم، هيدي تمريرته لشاد سكيف، مايكل هيلجبي كنترول داخل الشباك. ايضا حسن العنان عم يخرج بالوقت اللي مازن جمال عم يدخل، تبديل ثاني بصفوف النجمه، هيدا المنقذ مازن جمال، وهيدا هدفه لمايكل هيلجبي الرائع. طبعا اذا بدكم تسالوا عن تمركز مايكل هيلجبي، عن هروب مايكل هيلجبي، بدكم تسالوا عن تمركز مدافعي فريق النجمه من دون ادنى شك. يعني مشاهدينا يلي عم يتابعوا اللقاء سالوا عن هالامر، سالوا ليش مايكل هيلجبي مرتاح لوحده داخل منطقه الجزاء، الكنترول بكل الرياحه كان من مايكل هيلجبي، عندما سرعه التنفيذ بالكره كانوا تاخروا مدافعين النجمه لينتبهوا لمايكل هيلجبي يلي سجل اول اهداف اللقاء. اذا مع متابعه المباراه مازن جمال يلي دخل من وقت قليل، ايضا محمد حمو كان دخل مكانه ليوسف الحاج، تبديلين من قبل المدرب جمال الحاج، وهيدي انطلاقه نجماويه ماهر صبر على الطرف الايسر بيلعب كرته لعند نادر مطر، غير تكتيك النجمي، وهيدي الكره العرضيه وهيدي الكره الراسيه عم بتكون سهله جدا من اكرم مغربي صاحب 12 هدف ببطوله الفا لكره القدم، متصدر الترتيب هو ابو بكر المل، سجل هدفين يوم امس بمرمى الاجتماعي، 16 هدف رصيده من الاهداف. رايد تسلل عم يكون من قبل الحكم المساعد الثاني اندرياس اندريو. على سيره هدافي البطوله يعني بالموسم الماضي موسم 2015-2016 كان لوكاس جالان المهاجم الارجنتيني حصل على لقب الهداف بالوقت هناك، محاولة نجماوية انما خروج بالوقت المناسب لمصطفى مطر. كان سجل 19 هدف لوكاس جالان الموسم موسم 2014-2015 ايضا لوكاس جالان كان حصل على لقب الهداف موسمين متتاليين. على فكرة يعني لوكاس جالان كان حصل على لقب الهداف موسمين متتاليين مثل لاعب الصفا محمد قصاص. على فكره من حارس المرمى كانت انطلقت الكره بالوقت هناك انطلاقه نجماويه، كنت ذكرت محمد قصاص ايضا حصل على لقب هداف البطوله مرتين متتاليتين، عام 2004 عام 2005 سجل 22 هدف 21 هدف. اخر هدافين نجمي كان ماكت ديوب بموسم 2009-2010 كان سجل 23 هدف بالوقت هناك، فرصة نجمية ممكن أكرم مغربي تسديدته عم تتخلص، أكرم مغربي شوفوا ردة الفعل، ردة فعل جمهور النجمة على المدرجات، فرصة كانت سهلة لأكرم مغربي داخل المنطقة. بموسم 2009-2010 مثل ما ذكرت مكت ديوب آخر هدافين نجمة، ايضا هيدي الكره العرضيه وهي تسديده مباشره باتجاه المرمى مصطفى مطر. ايضا تذكرت كلامي ببدايه الشوط الاول ببدايه المباراه عندما قلت انه اليوم قد تكون مباراه حراس المرمى، كنت عم بقصد محمد المولى، عم بقصد ايضا مصطفى مطر، ايضا مع النجم بالهجوم، وهيدا محمد حمود، وهيدي الكره العرضيه وين الراسيه، الضغط النجماوي اصبح واضح وصريح مع ماهر صبره بيحاول اعاده الكره العرضيه، انما الكره الى خارج ارض الملعب. هيدا هو جمهور نجمي اللي عم بيطالب اللاعبين، عم بيحفز اللاعبين انه يسجلوا هدف التعادل. هيدا شاد سكيف صاحب التمرير الحاسمه، مايكل هيلجبي اصبح موجود خارج التشكيله،
هيدي الكرة العرضية النجموية من الركنية، الكرة رح تتابع طريقة إلى خارج أرض الملعب، هيك فيهم يرتاحوا الزغرتاويين. هي تسديدته الصاروخية كانت لنادر المطر كادت إنه تخدعه لمصطفى مطر. ستة وستين دقيقة أيضاً على بداية اللقاء، النتيجة أصبحت السلام زغرتا واحد، على فكرة بعكس يعني اللي حصل بمباراة الذهاب، كان النجم تقدم عن طريق أكرم مغربي، إلا أنه أدمون شحادي كان سجل من ركلة جزاء آنذاك، عادل النتيجة، مايكل هيكبي كان سجل هدف الفوز، محمد حمود بعيد الكرة لعند نيكولاس قفي، نيكولاس بيحجز الكرة، بيحجز لاعبين، بيلعب كرته لعند عبد الرزاق حسام، اللمسة عبد الرزاق حسام، موجود حمزة الخير ليقطع الكرة، أمادو بسرعته بيحاول يوصل للكرة الأخيرة بالوقت، هناك ماهر صبرا يعني مضطر أنه يتقدم ماهر صبرا، شوفوا ماهر صبرا عم يعمل زيادة عددية هجومية وأيضا عم بيعود للتغطية الدفاعية، عم تكون تغطيته الدفاعية مثالية لماهر صبرا. بيتر بلانيتش، خالد التكجي ايضا مع بيتر بلانيتش، فكره النبشيت متقدم على فريق الصفا بثلاث اهداف مقابل لا شيء، الرصيف متقدم على التضامن السور بنتيجه 1-0، هيدي النتائج بالتاكيد عم تتابعوها من خلال لايف ستريمينج عبر صفحه الجديد سبورت لحظه بلحظه. ايضا الكره العرضيه الكره الخلفيه بتوصل لعند نيكولاس قفي، بيلعب كره طويله اماميه بالعمق، نيكولاس قفي بتوصل سهله لعند بارد الاعصاب باجواء مناخيه حاره اليوم ببلدة حمدون الجميلة، أيضا مصيف، هذا الطقس الرائع إن كان الطقس الربيعي أو الصيفي، بالوقت اللي كنا عم نشوف تسديدته لنادر مطر اللي كان عم يخلصها المطر الآخر، أيضا مع قاسم الزين، شوفوا مالله خطأ من قاسم الزين، شوفوا مالله خطأ من قاسم الزين، هذا سوء تفاهم ما بين حارس المرمى والمدافع، هذه الأمور عادة بتحصل، إنما بهالمباراة النجمة ابدا ما ناقصهم اخطاء. ايضا مع عبد الرزاق حسين، ست اهداف بالبطولة عبد الرزاق تحت انظاره للمدرب جمال الحج، ايضا مع اكرم مغربي، كرة باتجاه محمد حمود، الوقت محمد حمود كان عم يطلب من اكرم مغربي لعب الكرة امامه، هذا شيء دائما متحدث فيه بهالوقت، اللاعب احمد المصري عم يتحضر للدخول، مكان ادمون شحادي، شوفوا هالخطا، انا محمد المولى كان عم كان منتبه كثير منيح لكرته، على كل الاحوال ادمون شحادي عم يخرج، احمد المصري هو عم يدخل المجهود على ارض الملعب، عم يدخل صاحب اللياقه البدنيه العاليه على ارض الملعب، الحفاظ على نتيجه المباراه والتفكير بالحفاظ على نتيجة المباراة أمام النجمة بيكون التفكير خاطئ. رح نشوف شو تكتيكه للمدرب طارق جرايا. أيضا مع قاسم الزين، عبد الرزاق حسين. أيضا كان عنده مرور احترافي عبد الرزاق حسين بعام 2013 مع دبل فوجيرا. نيكولاس قفي لاعب الاجتماع السابق، كرته لأكرم مغربي، أكرم بيحاول يمر أكرم، ممكن جول، أكرم بيحاول أيضا مرة جديدة داخل منطقة الجزاء، يمر بطريقه فيها الكثير من الحرفنه، الا انه كان اخطا بالوقت اللي مدافعي السلام زغرتا عم بيكونوا واعيين، وهيدا تقدم لمحمد حمود المجتهد، كره عرضيه ممكن جول، شوفوا مصطفى مطر شو عم يعمل، شوفوا مصطفى مطر شو عم يعمل، كنت عم بقول ممكن جول لانه فعلا كره كان بمنتهى الخطوره، وشوفوا مصطفى مطر وشوفوا الضغط النجماوي اللي عم بيكون رهيب جدا بهاللحظات، وهيدي تسديده صعبه، صعب الكره، صعب الكره النجمويه انه تدخل، صعب الكره النجمويه انه تدخل، شوف طارق جرايا، هيدا المدرب يعني ما بعرف شو بدي اطلق عليه تسميه لهالمدرب، عنده شغف وحب لكره القدم، صاحب ال 36 عام مصطفى مطر بالمكان المناسب، حاضر ذهنيا وبدنيا مصطفى مطر، تعليمات مستمرة عم تكون من الجهاز الفني الزغرتاوي للاعبين وتحديدا لحسن القاضي، هل راح يترك بصمته اليوم؟ هل راح يعاقب النجمة على طريقته حسن القاضي كما عاقب النجمة بذهاب البطولة على ايام تيتا فاليريو؟
طبعا جمهور النجم عم بيحاول التاثير على لاعبي سلام زغرطة، ملعب امين عبد النور بحمد النور عم يحتضن مباراه الفريقين. ما ستقول لي نتيجه اللقاء؟ هل السلام زغرطة رح يقدر يفوز او النجم رح يقدر يعادل النتيجه؟ كل هالاسئله عم تكون مطروحه قبل نهايه الوقت الاصلي بحوالي 19 دقيقه. النتيجه زغرطاويه. بيتر بلانتش، محمد حمود بروح على الطرف الايمن، بيتر بلانتش بعده عم يتقدم، بيطلب الكره عبد الرزاق حسين اقرب للزغرطاويين، بتعود مجددا لمصلحه السلام زغرطة. الهجمات المرتده ممكن تكون حاسمه بوجود امادو، بوجود ايضا حسن القاضي، العقل المدبر، العقل المفكر، ايضا بوجود ليوناردو، الا انه بوجود نادر مطر ممكن يطمئن النجمي على اعاده الكره باي لحظه من اللحظات بالوقت. خالد التكجي ايضا الهجمه النجموية، محمد حمود، الحمودي بيلعب كره باتجاهه لخالد، لا منا باتجاهه لخالد التكجي بالوقت، الحكم انتبه لامر انه هناك خطا. شوفوا هيدي الكره العرضيه، شوف شو عم يعمل كان مصطفى مطر. برافو مصطفى مطر على هالمباراه الكبيره، شيء منه جديد ابدا على مصطفى مطر. يعني لما بدنا نقول السلام زغرطة بهالموسم موسم مثالي، تحدثنا من بدايه اللقاء عن مدرب الفريق، عن اداره الفريق وعن اللاعبين بنفس الوقت. واحد من اللاعبين اللي موجودين على ارض الملعب هو مصطفى مطر، له شان كثير كبير بنتائج السلام زغرطة بالوقت. لخالد التكجي ممكن يكون له شان بمباراه اليوم، صاحب الرقم 11 موجود خلف الكره. خالد هل راح يلعب الكره مباشره؟ هيك نوع من الكره بتتلعب لولبيه لداخل منطقه الجزاء، ممكن يستفيد منها عبد الرزاق حسين او اكرم مغرب، العرضيه لداخل المنطقه ممكن، ما في ممكن، كره الى خارج ارض الملعب، ركنيه نجماويه. شوفوا حكم المباراه انتبه هذا الامر، هذا الخطا اللي كان عم يرتكب على خالد التكجي من دون كره، ايضا مع مازن جمال، مازن جمال بمر بيدخل منطقه الجزاء، بعده عم بيحاول يمر. شوفوا يعني مازن جمال عم يرتكب خطا، عم يعترض مازن جمال، اعتراضات عم تكون كثير كبيره من جمهور النجمي ايضا. هل راح يصدق كلامه للمدرب طارق جرايا؟ عم شوف بالاعاده مره جديده هذا الخطا اللي كان عم يحتسب على مازن جمال. طارق جرايا، انا هزمت الانصار ذهابا وايابا، بدي اهزم النجمه ذهابا وايابا. بطاقه صفراء عم يقول لي مازن جمال، وتبديل اخر عم يتحضر بصفوف السلام زغرطة، جوزيف لحود ايضا هيدا اللاعب النجمي السابق عم يتحضر للدخول. جان جاك كمين، كرته لعند احمد المصري بيسدد مباشره باتجاه المرمى، لا منا باتجاه البعد عن مرمى محمد المولى. ستعشر دقيقة ونصف تقريبا متبقي على نهاية المباراة مع عاصم الزين. نادر مطر أفضل لاعبي النجمي، أكثر اللاعبين تحركا، أكثر اللاعبين محاولة، الوقت اللي عم بغيب نيكولاس كافي، وهيدي كرة عرضية لداخل المنطقة بتمر عن شاد سكيف، ما بتمر عن أليكس بتروس، أيضا مع عبد الرزاق حسين اللي سجل هدف التعادل بمرمى الوحدات الاردني. طبعا النجمي خرج من المنافسه بالوقت، هناك الكره العرضيه لداخل المنطقه وهذه كرة الراسيه لاكرم مغربي، كره بتنقطع بيتر بلانش، اذا اخطا من هالمكان راح يكون هجمه خطره لمصلحه السلام زغرطة. فعلا اخطا وفعلا هذه الكره الاماميه، هناك اوف سايد. اندرياس اندريو عم يرفع رايته، الوقت ايضا تبديل نجماوي عم يتحضر بالجهه المقابله، محمود سبليني اللاعب اللي اصيب اللي اجرى عمليه الرباط الصليبي. شوفوا العناق، ابونا رئيس نادي السلام زغرطة استفان فرنجيه بابتسامته عم بيتابع اللقاء، طبعا فرح نتيجه المباراه. ليوناردو شوف باي طريقه عم يخرج، يعني حتى عبد الرزاق حسين عم بيقول عم تستفز اللاعبين، عم تستفز الجمهور بخروجك. ليوناردو اذا عم يخرج وعم يدخل مكانه صاحب الرقم 11 جوزيف لحود. شوفوا حتى ليوناردو يعني ابتسامته عم يعني ابتسامه عم تكون مستفزه، شوفوا ملا ابتسامه على وجهه ليوناردو. طبعا لاعب فريقه متقدم بنتيجه 1-0 عائد من الاصابه،
وايضا محمود سبليني عم يدخل مكانه لماهر صبرا. هل محمود سبلين رح يكون الحل او انه الحل رح يكون بالجهه المقابله؟ امادو بيتقدم بيدخل منطقه الجزاء، خطير امادو، شوف باي طريقه كان عم يسدد امادو. امادو باي طريقه كان عم يوضع الكره باتجاه المرمى على الزاويه البعيده. بحرفنة عالية امادو كان عم بيحاول يوضع الكره باتجاه المرمى. على كل الاحوال كانت مرت بسلام على النجمي بالوقت نادر مطر. اللاعب المحوري كرة لعند خالد التكجي. من هو رح يكون الحل بالنجم اليوم؟ نيكولاس قفي بيتخلص من اللاعب، بيلعب تمريرة أمامية بتنقطع بتعود لعند عبد الرزاق حسام، بعيدة محمود سبليني متسلل. كنت ذكر ببداية المباراة على أنه المباراة المعلقة. عائد من التسلل كان محمود سبليني. بطاقة صفراء كانت لقاسم الزين. على كل الاحوال كنت عم اتحدث عن المباراة المعلقة ما بين النجم والعهد، وكنت ذكر ببداية المباراة في حال فوز السلام زغرطة اصلا مباراة النجم والعهد صارت تحصيل حاصل. صار التحصيل حاصل حسب الترتيب الموجود امامي. العهد على الورق لعب 20 مباراة 43 نقطة، السلام زغرطة بالمركز الثاني خلفه ب 39 نقطة، النجمي لعب 20 مباراة، طبعا هيدي المباراة رقم 21 للنجمي 38 نقطة. في حال خسر النجمي اليوم مباراة النجمي والعهد تحصيل حاصل. إذا بقيت النتيجة طبعا على حالها بالوقت اللي محمود سبليني بيحاول شق طريقه بنفسه ما بينجح وعم يرتكب خطأ. حتى على فكرة في حال التعادل، حتى في حال التعادل مباراة النجم والعهد رح تصبح تحصيل حاصل. هذه المباراة بعد ما اتخذ قرار فيها، طبعا مباراة المشكلة مباراة تابعتوا أحداثها وتفاصيلها عبر صفحة الجديد سبورت وأيضا عبر برنامج أوف سايد. اعتراضات دائما وبطء بتنفيذ الكرة الثابتة. 78 دقيقة دخلنا على الدقيقة 79، جان جاك كمين عم يحصل على بطاقة صفراء بسبب إضاعته للوقت. لما شاهد سكيف كرة طويلة توصل سهلة جدا بين يدي محمد المولى. هل في شعور عند المشاهدين انه النجمة ممكن يسجل هدف التعادل؟ هل في هيدا الشعور عند النجماويين؟ هيدا حصل بمباراة 3-2 اللي ذكرتها، وقت محمد مرقباوي سجل بالوقت القاتل، انما سجل هدف الفوز بالوقت اللي اكرم مغرب بيحاول ايصال الكره باتجاه محمود سبديني ما بينجح. كره بتعود لعند عبد الرزاق حسين، بيتر بلانتش مجددا مع النجمه بالهجوم، ايضا مع عبد الرزاق حسين بيعيد كره الى حارس مرمى محمد المولى بوجود امادو ممنوع الاخطاء. امادو نياس اللاعب الموريتاني الهداف. مين قال بموريتانيا ما في لاعبين هدافين؟ مين قال بموريتانيا ما في لاعبين بيحملوا الفريق على ظهرهم؟ هيدا واحد من اللاعبين من موريتانيا يلي قاد السلام زغرطة، يلي سجل 8 أهداف للسلام زغرطة بهالموسم المثالي. طبعا بتحدث عن المدرب، عن الإدارة، عن كل شيء وعن ظروف الفريق بشكل عام. أيضا أمدوه واحد من اللاعبين يلي خلوا السلام زغرطة بهالمركز، وهذه كرة عرضية نجموية بتعود كرة أيضا مجددا، هيدي العرضية لداخل منطقة الجزاء، وين الرأسية باتجاه المرمى إلى خارج أرض الملعب. الكرة بتنقطع إلى خارج أرض الملعب وركنية لمصلحة النجمة. 80 دقيقة مروا من زمن اللقاء، دخلنا على الدقيقة 81، شو رح تحمل الدقيقة 81؟ أيضا مع نادر مطر، هيدي كرة عرضية لداخل المنطقة. هل الكرة خرجت؟ ما في شيء ماشي مع النجم اليوم. هذه كرته العرضية لقاسم الزين،
اللي خلص الكره شاد سكيف. نعرف يعني اللاعبين اللي بيتم الاستغناء عنهم، اللي بيتم الاستغناء عن خدماتهم، نعرف انه عاده عندما بيلعبوا بمواجهه فريق السابق، بمواجهه الفريق يمكن يعني اللي تخلى عن خدماتهم، عم بقصد يعني شاد سكيف، عم بقصد حسن القاضي من جهه السلام زغرطه. بنعرف كثير منيح انه بيبذلوا كل المجهود الكبير على ارض الملعب، بيحاولوا يظهروا بافضل صوره ممكنه بمواجهه الفريق اللي تخلى عن خدماتهم، ليقولوا للفريق من جهه، للعالم من الجهه الثانيه، انه نحن هيدا مستوانا. هيدا الشيء مش بس موجود يمكن مع فريق النجمه، مع اغلب الفرق بالوقت. خالد التكجي متابعه المباراه من الناحيه الفنيه، عبد الرزاق حسين بيدخل منطقه الجزاء، عم يبحث عن ضربه جزاء، لا الحكم عم بيشير ان الكره خرجت ركنيه لمصلحه النجمه مع الدقيقه 82. ايضا هذه الركنيه النجمويه بتتنفذ داخل المنطقه وين الراسيه، الراسيه الى خارج ارض الملعب، والنتيجه لا زالت على حالها. التقدم زغرتاوي بهدف مقابل لا شيء، بهدفه لمايكل هيليكبي. على فكره هدف مايكل هيليكبي هو الهدف رقم 27 بتاريخ لقاءات الفريقين، لانه النجم سجل 85 هدف بمرمى السلام زغرطه بتاريخ لقاءات الفريقين. هيدي المباراه هي رقم 43. مين راح يكون الفوز؟ الوقت هناك خطا. هل الفوز الخامس للسلام زغرطه او الفوز رقم 31 لمصلحه النجم؟ هل النجم راح يقدر يقلب تاخره الى انتصار بهالمباراه؟ هيدي الاسئله دائما مطروحة بعالم كرة القدم. هيدا حسن القاضي صاحب الرقم 23 اللي بيلعب كرة طويلة أمامية. أيضا مع السلام زغرطة، شوفوا حسن القاضي كيف بيحجز الكرة، شوفوا كيف بمر، شوفوا كيف بمرر. إمكانيات عالية للقاضي، وأيضا السلام زغرطة مجددا بمحاولة كرة عرضية، إنما الكرة إلى خارج أرض الملعب. الكل على أعصابه، إدارة السلام زغرطة ومدرب السلام زغرطة الموقوف مش مهم بالنسبة له، طارق جراية مش مهم، بتوقفوني سنة سنتين مش مهم بالنسبة لي، بالنسبة لي نتائجي على أرض الملعب. مدرب يحترم طبعا، إذا بقي موقوف المدرب طارق جراية هل رح يبقى بلبنان؟ هون السؤال. بالوقت هناك الكرة العرضية من الكرة الثابتة، هذه الكرة العرضية لداخل المنطقة بتنقطع، بتعود لمصلحة النجمة، خالد التكجي بشتت الكرة. الاستعمال اليدين كان باللقطة الأخيرة مع تقدم عمر قرناؤوط. أيضا النجمة بالهجوم، خالد التكجي ما في حلول، نادر مطر، كرة عرضية لداخل المنطقة، محمود سبليني كنترول، هل هناك ركله جزاء؟ ركله جزاء مصلحه النجمه. محمود سبليني عم بيعود مجددا الى ارض الملعب، عم بيعيد النجم نوعا ما الى اجواء المباراه، عم يحصل على ركله جزاء، عم نشوف بالاعاده. حمزه الخير، الخطا واضح، الخطا واضح من حمزه الخير من دون اعتراضات من لاعبي سلام زغرطه. حمزه الخير يلي كان عنده كل الخير بكل الموسم للزغرتاويين، انما بهاللقطه ما كان في خير، ما كان في خير ابدا. مش طبعا شخص حمزه الخير، اللقطه ما كان فيها خير اكيد. خالد التكجي الدقيقه 84، عم شوف مره جديده بالاعاده، خالد التكجي، مصطفى مطر، هل رح تهتز شباكه؟ هون السؤال. خالد التكجي هل رح يقدر يهز الشباك؟ خالد بتقدم، خالد بيسدد، جول، جول التعادل.
تفضل لمصلحة النجم بوقت قاتل من المباراة بالدقيقة 85. هناك خمس دقائق وهناك وقت محتسب بدل عن ضائع. هل بإمكان النجم قلب الطاولة على الزغرتاويين أو بإمكان الزغرتاويين تحت أنظار جمهور النجم وفرحة جمهور النجم الكبيرة بهدف التعادل هل قادر السلام زغرتا أنه يقلب النتيجة ويتقدم مرة جديدة على النجماويين؟ هون السؤال. متابعة الخمس دقائق المتبقية رح تكون نارية بالنسبة لمباراة اليوم، رح تكون نارية من دون أدنى شك. هي مباراة جميلة، هي مباراة فيها شغل كتير كبير عم بقوم فيه اللاعبين. إذا محمود سبليني العائد للتشكيلة النجماوية العائد لأرض الملعب عم يحصل على ركلة جزاء. خالد التكجي عم بسجل هدف التعادل، أخذوا الثقة النجمي بهالهدف. أيضا مع نادر مطر يلي بسدد، تسديدته عم تنقطع. أمادون ياس، كرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس. هذا هو جمهور النجم يلي عم بيطالب اللاعبين بإضافة هدف ثاني. النجم بقي للدقيقة 85 متأخر بنتيجة المباراة 0-1 لحصل على ضربة جزاء. كل اللي عم تابعنا بهالوقت محمود سبليني هو اللي حصل على ضربة جزاء. حمزة الخير هو اللي كان عم يرتكب الخطأ ونفذ الكرة من نقطة الجزاء. هيدا اللعبة اللي عم يظهر أمامنا على الشاشة. خالد التكجي، اختصاصي خالد التكجي بالمناسبة بالكرات الثابتة وتحديدا من نقطة الجزاء، عنده أعصاب برد كتير خالد التكجي. مع شاد سكيف، شوف هالحديث اللي كان عم بدور ما بين خالد التكجي عم يعتب عليه لشاد سكيف انه نفذ الكرة بشكل سريع من رمي التماس، انما من حق شاد سكيف ضاعت بعد الثواني. التعادل حسابيا على الورق بفيد السلام زغرتا. ايضا مع عاصم الزين، الكرة الى خارج ارض الملعب، جمهور النجم استفاق بهاللحظات، عرف انه اللاعبين بحاجة الى الحناجر، بحاجة الى الاصوات، بحاجة الى التشجيع. بالوقت الزغرتاويين عم بيكونوا ثابتين على ارض الملعب. بيتر بلانتش كرته الامامية، عبد الرزاق حسين بسدد مباشرة باتجاه المرمى. عبد الرزاق حسين تسديدته جميلة ومباغتة بنفس الوقت. مصطفى مطر ما اهتز شباكه الا من نقطة الجزاء. متبقي دقيقتين فقط على نهاية الوقت الاصلي من المباراة والنتيجة التعادل ايجابي 1-1. شوفوا كيف روض الكرة عبد الرزاق حسين وكيف سدد بشكل مباغت باتجاه مرمى مصطفى مطر. سلامات لشهاد سكاف المتواجد على ارض الملعب. على فكره بعام 2007 كان النجم حقق نتيجه كثير كبيره على حساب السلام زغرتا، وقتها هداف الدوري الماليزي محمد غدار كان له 4 اهداف من الاهداف السبعه، سوبر هاتريك. ايضا اكرم مغربي بالتخصص مثل ما ذكرت عم ينذكر بالعديد من المباريات. اكرم مغربي كان له 2 اهداف من الاهداف السبعه. هذه أكبر نتيجة كان حققها السلام زغرتا أو النجمة على حساب السلام زغرتا. طبعا هذه النتائج بآخر المواسم ما حصلت، واحدة من النتائج الكبيرة كنت ذكرتها بالكأس السوبر لمصلحة النجمة بنتيجة 4-1. أيضا مع نادر مطر مع متابعة المباراة. نادر مطر بيحاول يمر، بيترك الكرة عند خالد التكجي، مجددا بيتر بلانتش. نيكولاس كافي عم يطلب الكرة على الطرف الأيسر، بينطلق نيكولاس كافي. أيضا مع مازن جمال، محاولات النجم نيكولاس كافي تمرير الكرة والضغط والحصول على الكرة والمحافظة والسيطرة على الكرة. هيدا نادر مطر بيلعب كرة على حدود منطقة الجزاء. أكثر اللاعبين اللي بيقدروا يوصلوا الكرات العرضية بالأماكن من أماكن بعيدة. طبعا عم بتحدث عن نادر مطر. دخلنا على الدقيقة 90 اللي شارفت على النهاية، وهناك 4 دقائق عم يتحدث الحكم الرابع علي سلوم لرفعهم. 4 دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، هل راح يكونوا كافيين لواحد من الفريقين انه يهزم الآخر؟
هل رح يقدر النجمي؟ المباراة تعتبر رد الاعتبار ايضا للنجماويين. عم خبرنا زميلنا هشام مكي نبشيت انهى مباراته امام الصفا بالفوز بثلاث اهداف مقابل لا شيء. نبشيت واحد من الفرق اللي صعد للدرجة الاولى بعام 2014 وثبت نفسه باندية الدرجة الاولى، طبعا بيرفع رصيده الى 31 نقطة. أليكس بطرس، هل تبديلات؟ طبعا هناك بطاقة صفراء لعبد الرزاق حسين، أليكس بطرس بمر طريقة الوان تو ما بتنجح، بتعود لعند عبد الرزاق حسين، شوف العودة من حسن قاضي بيعيد الكرة لمصلحة صغار تويين، إنما نادر مطر بوجوده ممكن يستعيد الكرة بأي لحظة من اللحظات لمصلحة النجمي. طبعا ممكن يستعيد الكرة نادر مطر، أربع دقائق رح تكون حاسمة. النجمي رح يسعى لهزم السلام زغرطة. طبعا النجمي واحد من اعرق الفرق اللبنانيه اللي تاسس عام 1945، وهيديك الكره الطويله الاماميه الى داخل منطقه الجزاء. حصد 8 القاب النجمي بتاريخه. اكثر الفرق اللي حصدت الالقاب هي فريق الانصار ببطوله الدوري 13 لقب. ثالث الفرق هو الهومنتمن المتواجد بالدرجه الثانيه، سبع القاب للهومنت من بالوقت لمحمد حمود. ما في وقت كثير امام النجمي، امام الزغرتاويين، بيتر بلانش رح يبقي الكره داخل ارض الملعب. هيدي الكرات الطويله هي لاختصار المسافات، لاختصار الوقت. كره طويله باتجاه اكرم مغربي، اكرم كرته لعند عبد الرزاق حسين مع تدخل عم بيكون حاضر من خالد التكجي، بتعود الكره ايضا لعند مازن جمال. ما بينجح انه يمر مازن جمال. الكره الزغرتاويه احمد المصري. كرة طول عند جوزيف لحود ما بتوصل الكرة، بتعود لعند نيكولاس قفي، ما بيقدر يوصل الكرة نيكولاس قفي. دخلنا على الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، والمهم الزغرتاوية والهجمة الزغرتاوية. لو انتبه أليكس بطرس موجود على الجهة اليسرى، فعلا بتوصل الكرة لعند أليكس بطرس، مهاجم خطير ممكن يمر. أليكس بطرس بعيد الكرة لعند جان جاك كمين، بسدد مباشرة جان جاك كمين كرته إلى خارج أرض الملعب. إلى خارج أرض الملعب والنتيجة لازالت التعادل إيجابي 1-1، أو أصبحت التعادل إيجابي 1-1 مع عبد الرزاق حسين. شوف ملا مروب وسط الملعب، عبد الرزاق بتقدم به الكرة، بيعيد الكرة لعند نيكولاس قفي. الكرة مع النجمي، يعني الخطورة نجماوية حتى لو النجم متواجدين بمنتصف الملعب. خالد التكجي كرته باتجاه مازن جمال، ما بتوصل الكرات لعند مازن جمال. تروح الكرة زغرتاوية، حسن القاضي ممكن وحدة بتمريراته أيضا مع جان جاكامين. لحظات الأعصاب، ثواني الأعصاب. شوفوا أليكس بطرس كيف مر عم محمود سبليني، عم يستعمل خبرته أليكس بطرس، برافو. هذا لاعب عارف شو بده على أرض الملعب، سعى إنه يحصل على الخطأ وجره لمحمود سبليني على ارتكاب الخطأ، لأنه بيعرف هيدي الثواني الأخيرة في حال فريقه حصل على خطأ على الأقل بيضمن التعادل بالمباراة. مثل ما ذكرت بحسابات الورق، السلام زغرطة بفيدن التعادل. حسن القاضي بيلعب مباشرة الكرة باتجاه المرمى، ممكن جول إنه محمد المولى. محمد المولى هلا حيكون عنده فرصة هو ولاعبي فريق النجم انه ينطلقوا بهجمه اخيره. سنتابع، اربع دقائق انتهوا بها اللحظات فعلا، مع الاربع دقائق مع الثانيه الاخيره. لوكاس سوتيريو الحكم القبرصي عم يعلن عن نهايه احداث اللقاء بالتعادل الايجابي. الفريقين احباب، الا انه حسن القاضي كان ممكن يقضي على امال النجماويين من خلال هالكره الثابته. على كل احوال جمهور النجمي على المدرجات عم يهتف للاعبينه بهاللحظات. تحت وقع هالهتافات بتنتهي مباراة اليوم. هي المباراة كانت مباراة فعلا كانت جميلة بشوط الأول، بشوط الثاني عاد النجم متأخر. السلام زغرطة يستحق كل الاحترام على هالموسم المثالي اللي قدمه طبعا من خلال المدرب طارق جراية، ومن خلال اللاعبين، ومن خلال إدارة السلام زغرطة. بكل بساطة الحصان الأسود السلام زغرطة بهالموسم. سريعا إلى الاستوديو التحليلي ومن ثم إلى أرض الملعب مع جائزة أفضل لاعب بالمباراة.
يعني مباراة حقيقة مباراة جميلة بين الفريقين، ختام بالدوري بالنسبة لسلام زغرطة، ويمكن تكون أيضا آخر مباراة للنجمة بحسب أكيد شو راح يصدر عن الاتحاد اللبناني تعميمه عن مباراة النجمة والعهد. النجمة 39 نقطة حاليا، هذا الشيء بيعني إنه العهد بطل لبنان رسميا. العهد إذا بطل لبنان بغض النظر شو راح تكون نتيجة مباراة النجمة والعهد، عادت من عادت بكل الأحوال راح يكون هو بطل لبنان. ألف مبروك للعهد. إذا النجمة سلام زغرطة تعادل الإيجابي، شفنا الأهداف بالشوط الثاني، مايكل هيليك بيفتتح التسجيل بهدف ولا أجمل، وعاد خالد التكجي وسجل من ركل الجزاء هدف التعادل. التصويت على أفضل لاعب للمباراة كان على الشكل التالي. إذن مصطفى مطر حارس مرمى السلام زغرطة هو أفضل لاعب بهالمباراة. سريعا إلى أرض ملعب بحمدون لنسلمه جائزة أفضل لاعب بهالمباراة مع زميلنا هاشم مكي. تفضل هاشم. قرب قرب شوي. مساء الخير مرة ثانية علي. مباراة انتهت بالتعادل 1-1. أفضل لاعب بالمباراة كان حارس مرمى السلام زغرطة مصطفى مطر. مصطفى مطر يمكن هذه مباراة من أفضل المباريات اللي خطها، لكن الأهم يمكن هو النقطة اللي ضمنت بشكل كبير أنكم تكونوا وصيف دوري ألفا لهالسنة بانتصار البد بمباراة بين العهد والنجمة. شو بتحب تقول عن هالمباراة؟ أول شيء الحمد لله على كل شيء. هذه الجائزة ما بس لعيلي وللشباب الكل. كان ماتش صعب علينا منه ماتش هين، بس نحن كمان كنا صعبين عليهم، فقلنا ربحانين متقدمين 1-0، غلطه صغيره كنا جول، التعادل السلبي احسن من الخساره. الحمد لله على كل شيء. اليوم كمصطفى مطر انت شو بتحب تقول لجمهور السلام لنادي السلام؟ اليوم انتم عندكم حارس مرمى واعد للمستقبل لمنتخب لبنان، شو اهدافك مصطفى بعدين؟ انا بشكر الجمهور السلام زغرطة اللي وكبنا كل الدوري، بس اليوم ما شفنا كنا نحب نعمل معه الفرحه، بس ما كان ما بيأثر، نحن من قلبنا بنحبهم اجمالا. وبخصوص انا مستقبل لوطني بالنهايه، يعني اذا ما خدمت وطني مين بدي اخدم؟ الف مبروك، يعطيكم العافيه. مع تسليم جائزه افضل لاعب بالمباراه، هذا كل شيء من ملعب امين عبد النور بحمدون. عوده لك علي. شكرا هاشم. اكيد بيستاهل مصطفى مطر يكون افضل لاعب بهالمباراه، قدم اداء كبير وتصدر عده فرص. كابتن، ليه اخترت مصطفى مطر؟ حارس مميز، يعني اني برايي اليوم هو ساهم بتعادل فريقه، يعني صد العديد من الكرات اللي كثير صعبه، بتدل على امكانات هيدا الحارس الفنيه العاليه، قدرته على قراءه الكرات وخاصه الصعبه. يعني شفنا بالشوط الاول كرتين كثير ريفلكس عالي جدا قدر انه ينقذ فريقه، بالشوط الثاني اللي تقدر تسجل على حارس مرمى سجلوا عليه اليوم نادي النجمه فقط بضربه الجزاء. كابتن، سلام زغرطة فاز على الانصار ذهاب واياب، فاز على النجمه ذهاب تعادل معه اياب، ما خسر من قطبي الكره اللبنانيه تعادل مع العهد، حقق نتائج رائعه جدا. كيف شفت موسم سلام زغرطة؟ لانه هو خلص انهى مبارياته وفعلا بيستحق الحصان الاسود للبطوله. حكينا عن فلسفه وافكار طارق جرايا في المباراه، عم نشوف فريق دائما في السنوات الماضيه كان عم بيصارع من اجل الهبوط، السنه عم بينافس من اجل البطوله، لو بعد في بعض المباريات برايي كان ممكن فينا نقول يضايق العهد من اجل البطوله، فريق متطور، فريق قدم عروض كثير قويه في الشق الهجومي شفناه مميز، في التنظيم وانضباطية اللاعبين وقدرة اللاعبين على تنفيذ لفكر المدرب، هيدا عمل كتير مميز. انتهى موسم النجمة عمليا من دون أي لقب، لكن اليوم 39 نقطة للنجمة، المركز الثاني ما حسم، حتى بالقانون ما حسم المركز الثاني، بلكي مثلا اعيدت مباراه نجمة عهد، يعني كمان فينا نحكي هيدي حظوره، هيدي بدنا ننجم هلا انه قرارات اتخذ قرار بكل المباريات يعني اثر على هيدي المباراه، هبوط على المركز الاول والمركز الثاني المهم، لانه في مشاركه خارجيه من وراه، فالامور كلها بعدها مش واضحه من وراه. خلينا علي نكون منطقيين، العهد البطل عن جداره،
خلص حسم موسم كامل لما يضم نادي العهد من اللاعبين العديد من اللاعبين المميزين. عنده فريقان، فريق واضحة استراتيجيته. طيب النجم النجم من دون أي لقب بس سنة، بس قدم عروض كتير جيدة. يعني أمر طبيعي جدا عندما يكون عندك مشاكل داخل الفريق وخاصة تغيير مدرب وبعض اللاعبين. النجم مطالب أنه بغض النظر شو وضع الفريق، مطالب دائما باللقب. أكيد أكيد المفترض أنه ينشغل من هلأ على تنظيم فريق قوي قادر على المنافسة، وخاصة فريق النجمة من أهم الفرق على المستوى العربي جماهيريا، فريق مميز. لو بيقدر الفريق يتنظم بشكل جيد بعتقد أنا من الصعب أنه أنت تنافسه على البطولة، خاصة أنت بكل مباراة بلحق نعم. الآلاف من الجماهير. طيب بدي أحكي أكثر عن المباراة، عن هدف يلي سجل فريق السلام زغرتا تحديدا، لكن قبل بدي أذكر بالنتائج اللي تسجلت اليوم. إذن السلام زغرتا 1-1 كان عم يتعادل مع النجمي بحمدون، تضام صور كان عم يخسر 0-1 أمام الرسنج، سجل هدف عدنان ملحم، وخسارة كبيرة للصفا بثلاثية عم يخسر من النابشيت علي الموسوي، باباسالو وعبد الفتاح عاشور. مباراة اللي طرد فيها تالانداي يعني بحسب القانون بتصور رح يغيب عن نهائي الكأس أمام الأنصار، لأنه أول مباراة رسمية بيكون مشكلة كبيرة. هيدي أكيد مشكلة كتير كبيرة. تالانداي واحد من أفضل المهاجمين بالدوري الدني. إذن مشاهدينا بريك، ومن بعدها بنحكي أكثر عن الشوط الثاني لمباراة النجمة وسلام زغرتا. راح فيكم مشاهدينا الكرام مره جديده. اذا النجم كان عم يتعادل 1-1 مع سلام زغرتا، مرات تقام بحمدون بالوقت اللي الرسنج تغلب على التضامن صور 1-0 بهدف عدنان ملحم، وفوز كبير للنبشيت على الصفا 3-0 على الموسوي. باباسال وعبد الفتاح عاشور بمباراه طرد فيها تالانداي السنغالي، وبالتالي ما راح يشارك امام الانصار بنهائي كاس لبنان. ضربه كبيره للصفا هيدي كانت طرد تالانداي. نرجع لمباراه السلام زغرتا والنجم كابتن ابراهيم، والهدف الجميل جدا اللي سجله مايكل هيلكبي، وهو اللي سبق وسجل بمباراه الذهاب، يعني بالتخصص عم يسجل بمرمى النجمه. وبنتذكر ايضا بنهائي كاس لبنان من سنتين عندما سجل هدف عندما كان يلعب بطرابلس، هدف جميل جدا بملعب صيدا البلدي. دائما عم يسجل النجمه مايكل هيلكبي. اللي افتتح التسجيل بالشوط الثاني هو السلام زغرتا مش النجمه، رغم انه هو النجمه كان المستحوذ على الكره. يعني بقي الفريق عم يلعب بنفس الاسلوبين، يعني الاسلوب الدفاعي المنظم من قبل الثلاث. اكيد رح نشوف الهدف. نعم كابتن، استلام الكره على الطرف لشاد سكاف، الهجمه الوحيده اللي قام فيها هيدا اللاعب صاحب الخبره، شوف الاختراق واللعب بالعرض للاعب واستداره، بنم عن لاعب صاحب امكانات كثير عاليه تقنيه. التكنيك اللي عنده كثير عالي، كثير عالي، وهيدا بدل اشوفها مره ثانيه عن لاعبين من اصحاب الحلول. كيف شادي سكاف اخترق بهالسهوله الجبهه اليمنى لفريق النجمه، وهي المره الوحيده اللي شادي بيقوم يعني بالزياده العدديه وبيخترق لاعب صاحب خبره. تمرير كابتن، استقباله للكره ترويضه، والاستداره بنم عن لاعب كثير من اصحاب الخبره واصحاب الحلول. هدف مش اي لاعب، مش اي لاعب بيقدر يسجل فعلا. هدف مميز ل مايكل هيلكبي. طبعا راح نشوف هون من عم نشوف مره جديده الهدف، وبالوقت اللي بيسالك فيه كابتن هذا اكيد مش الهدف. كابتن هون 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 لقطه الهدف، يعني سهل الهدف حسيناه، اخترع على الطرف يعني لمستين، طلع الرجوع عرضية. طلع العرضيه، هيدي اللاعب اصحاب الحلول. هون قلنا حكينا عن لاعب بالاوقات الصعبه اللاعبين الكبار ببينوا بالمباريات الكبيره. طيب بعد الهدف شو صار بالمباراه؟ تغيير مدرب جرايا، تغيير دفاعي بحت، 4-4-1-1، دفع بمامادو لقدام، حسن القاضي من الطرف للخطوط الخلفيه، ولعب تسكير ملعب. بالمقابل جمال الحاج شفناه اخرج ايضا يعني ليوناردو ودفع بارناؤوط الى قلب الدفاع، واحمد مصلي صار ظهير ايمن ايضا، غير بخط الدفاع. اخرج اهم لاعبين مايكل هيلكبي، ادمون شحادي، لاعبين الاطراف اجنبيين واجنبي خط الدفاع، ورجع ارناؤوط محله. يعني المدرب قارئ جيد للاعبينه، عنده مقدره على امكانيات هذه اللاعبين وين توظيفها. هو لما لعب بال4-4-1-1 على النجمه، لانه شفناه نحن هو اعتمد على الكرات المرتده لامادو،
بالمقابل جمال الحاج تغييراته لعب بثلاثة أربعة ثلاثة، دفع إلى خط الهجوم، خفف من خط الخلفي ودفع إلى خط الوسط، شفناه في أغلب الأحيان أربعة في خط الهجوم. نعم. خمسة ستة لعب على الضغط العالي. طيب. ليستثمر الهجم. كيف شفت تبديلات النجمة؟ دائما تبديل عم نشوفه الفترة الأخيرة، لعب من وسط بيخرج يوسف الحاج أو غيره. صح. ودخول محمد حمود على الظهير الأيمن وبصير نادر المطر هو بمنتصف الملعب. دائما لما بدي يلعب جمال من أجل الفوز بيعمل هيدا التغيير، بيزيد بوسط الملعب وبالخط الأمامي وبيخفف من الخط الخلفي، ودائما عم يعمل الزيادة العددية قدام. شوف هيدا الصدى كابتن، هيدا ردة الفعل اللي عم مصطفى مطر. هيدا الحارس اليوم بدل على قوة هيدا الحارس المميز، وبرأيي مستقبله كتير كبير، والدليل على ذلك اليوم هو لاعب منتخب تم اختياره. صحيح، مستواه أهله أنه يكون أكيد ضمن منتخب لبنان. دخول يعني محمود سبدينة كان أيضا جيد وحصل على ركلة الجزاء. فيها ركلة الجزاء برأيك؟ برأيي فيها ركلة الجزاء. خلينا نشوف قبل وبنحكم عليها نحن وياكم مشاهدينا. هذه هي تعليل لك كابتن. الكتف ضربة جزاء، بتصور ضربة جزاء صعب. واضحة، منا صعب الأمور، وبرأيي أنه خطأ بس كبير. بس كمان في ذكاء بتلاحظ من المهاجمة، هو أنه حجزها. صح. و خطأ كبير من قلب الدفاع، مفترض ما يعمل احتكاك مع اللاعب، كرة ليست بالخطر الكبير. سجل النجمة قبل حوالي 4 دقائق أو 5 دقائق من الوقت الأصلي، وكان ممكن أيضا يخطف المباراة باللحظات الأخيرة. كيف شفت آخر 10 دقائق إذا ما نحسبهم مع الوقت الإضافي؟ كانت المباراة أقرب لفوز السلام صغيرت لهم هذا الخطأ، لأنه أنا برأيي طارق جرايا لعب بالتنظيم كسيف العددية في الخط الخلفي في الوسط ودفع بأمادو قدام، عارف والأطراف وسكر الأطراف، لكن لاعبين نجمة وخاصة عبد الرزاق، يعني عبد الرزاق اليوم 6 فرص، لعب خط وسط دائما بيتوظف وبيدخل في العمق وبيسدد وبمرر. صح. وبيعود إلى الخطوط الخلفية، لاعب من اللاعبين اللي من الأصحاب الإمكانات البدنية الكبيرة. طب قبل ما نختم، موسم النجمة خلص، شو بتحب، شو تعليقك على موسم النجمة اليوم بنهايته؟ يعني أنا برأيي بعد دخول جمال الحاج عمل حالة أفزة نوعية بالفريق، يعني خلينا نكون منطقيين، بأول 4 مباريات نقطتين، يعني أنت خسرت 10 نقاط في أول 4 مباريات، هو دي أثروا على بدايته الدولة. برأيك أزيده كتير للنجمة؟ أكيد أكيد، دائما البداية على الفرق الكبيرة ممنوع الأخطاء. شوف العهد أخطائه كتير قليلة، ما في حظ النقاط، بدايته ممتازة كانت العهد، وخاصة البدايات السنة الماضية الصفة بدايته رائعة كمان. دائما البدايات تؤثر على المستقبل، على الحالة النفسية، على الحالة البدنية، على حالة الجهاز الفني، دائما بروح بيشتغل على الإضافة مش على الثغرات في حال الانتكاسي. يعني لما دخل جمال خسرانين 10 نقاط احسبهم. مين يستحق ينهي الدوري بالمركز الثاني، السلام صغرتة ولا النجمة برأيك؟ رأيي السلام صغرتة. ليش؟ قدم موسم رائع جدا، يعني في بعض المباريات لو ما بعض الهفوات وخسار النقاط برأيي ممكن كان ينافس العهد على البطولة. حصان أسود متطور، السلام صغرتة بالبداية يوصل لهون في صراحة. في تاني مباراة مع النجمة كنا عم نحلل المباراة، أول مباراة على الأنصار 5، حكيت عن قوة نادي السلام صغرتة وأخطاء نادي النجمة في المباراة الثانية واللي فاز فيها فريق السلام. من اللمسة الأولى تبين أنه الفريق غزارة الأهداف 5 على الأنصار، فوز على النجمة، 4 فوز متتالية، بدلع بنم عن القوة الهجومية اللي بيملكها الفريق والعناصر وتوظيف. أهم شيء بالمدرب هو يعرف إمكانات، يعرف إمكانات اللاعبين ويستخرج القوة الموجودة فيهم. صحيح صحيح. وتوظيفهم على مستوى المجموعة. صحيح. على كل حال أكثر من نجم تألق بصفوف السلام صغارتا، حسن قاضي، دموش حادي، الثلاثي الأجنبي، كل الفريق كان ممتاز جدا. نذكر إحنا وياك كابتن والمشاهدين شو صار في نتائج وكيف صار الترتيب. إذا شباب الساحل كان عم يخسر يوم امس 1-2 من الاخاء علي، الاجتماعي 3-6، 9 اهداف كان فيها المباراة بدوربي طرابلس. النجمة مثل ما تابعنا تعادل مع سالم غطا 1-1، الصفا خسر بثلاثية من النبشيت، والتضامن صور كان عم يخطب الدوري بخسارة من الراسينج بهدف مرة. هذا هو الترتيب من دون المباراة الشهيرة بين العهد والنجمة، لكن العهد اكيد بكره عنده مباراة ايضا مع الانصار. العهد من 20 مباراة اذا 43 نقطة خلص حسم الدوري العهد، شو ما كانت النتائج الباقي. سلام صغرتا 40 نقطة،
النجمه 39 بس ما انحسم المركز الثاني بانتظار التعميم. نشوف شو راح يصير، هل راح يشطب يتم شطب ست نقاط، راح يتم تخسير النجمه، اعاده المباراه، هذا كله بيرجع للاتحاد اللبناني لكره القدم. النجمه 39 نقطه من 21 مباراه، الانصار 21 مباراه 32 نقطه، نبيشيت 31 صار معه صفا 30 نقطه. الراسنج والتضامن صور ايضا يعني ثلاث فرق ب 30 نقطه، الاخاء علي 29، 28 لطرابلس، شباب الساحل 25، الاجتماعي 8 نقط. غدا يختتم الاسبوع 22، العهد والانصار مباشره من حمدون 3:30، مباراه رح تكون احتفاليه بالنسبه للعهد وراح يتوج فيها بطل للدوري لو شو ما كانت النتيجه، خاصه بعد تعادل النجم اليوم. مع السلام أصغرتا كابتن إبراهيم الهيني. يعني أنا بدي أحكي النقطة اللي حكينا فيها نحن على تقارب المستوى بين الفرق، وبدل على ذلك جدول التدريب صح ترتيب كثير كان قراب، يعني ممكن بفوز واحد ثلاث أو أربع مراكز، فيه ثلاث أربع مراكز، هذا بدل على قوة هذه السنة. أنا برأيي الدوري وتقارب، أنا بدي أشكرك مش بس على المباراة، على كل الدوري كابتن إبراهيم، استمتعنا معك وأكيد وجودك اعطى اضافه للدوري اللبناني. شكرا لك مره جديده، شكرا لجميع المشاهدين. ان شاء الله الموسم المقبل والمواسم المقبله يختتم بارض الملعب بطريقه افضل من يلي شفناها هيدي السنه. لحضور نوصل لختام نقلنا لليوم، غدا مباراه التتويج العهد والانصار من حمدون، الى اللقاء.